مساء الخير للجميع. حقيقة نرحب بالجميع في هذه الفعالية المرموقة، ونرحب بالإخوة والأخوات في هذا الفضاء الافتراضي وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك بث حي ومباشر لهذه الفعالية. ونتقدم بالشكر حقيقة من عالم الفلك والفضاء في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا المتميز باسم رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، وكذلك الأمين العام للاتحاد الدكتور المهندس عوني الخصاوني، والجمعية الفلكية الأردنية، ونادي الفيزياء النظرية، ومركز الفيزياء النظرية والفلكية، وقسم الفيزياء ستيم بني سويف، وكذلك مجموعة بين المجرات ومجموعة حوارات فيزيائية متقدمة. يعني نحكي الآن الأسئلة والحوار بتكون حقيقة في النهاية، فنرجو إغلاق الميكروفونات باستثناء سبيكرز. حقيقة إن الفئة المستهدفة من هذه الفعالية هذه هي عبارة عن محاضرة عامة public lecture، جميع الأعمار من طلبة المدارس وهم جيل المستقبل ولهم أهمية خاصة، وكذلك الأمر طلبة الجامعات والخريجين والعاملين في مختلف التخصصات. وهذه الفعالية بعنوان كيف تسهم دراسة الكواكب في الحفاظ على الحياة على الأرض. حقيقة إن من أهداف الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، والذي يعتبر رسميا المظلة الرئيسية للجمعيات والمراكز والمؤسسات البحثية والهواة الفلكية والفضائية في العالم العربي، وأهم هدف من أهدافه هو نشر الثقافة الفلكية في جميع الدول العربية. حقيقة إن فهمنا ووعينا لهذا الكون ليس نهائي، وإنما متطور بتطورنا التقني والمعرفي، وكلما زادت معرفتنا بهذا الكون تعمقت معرفتنا في كوكب الأرض الذي نعيش عليه. نحن جزء من هذا الكون العملاق، وكذلك نحن جزء من النظام الشمسي، ومعرفتنا العميقة بكواكب هذا النظام الشمسي يعزز فهمنا للأرض ومكانتها. دراستنا للكواكب تعطينا تصور ونموذج نستطيع قراءة مستقبل الحياة على كوكب الأرض. مثلا لماذا فقد المريخ غلافه الجوي؟ هذا السؤال مهم جدا. الزهرة وغاز الفوسفين الذي ظهر قبل حوالي أسابيع، هناك السبكتروسكوبيك أناليسيز وجدوا أن هناك غاز الفوسفين وهذا ينتج من تفاعلات حيوية. فهناك ثلاث سيناريوهات، يا إما هناك حياة، يا إما هذا الغاز نتج ميكانيزم جديد لا نعرفها، يعني إضافة معرفية جديدة، أو البراكين. هاي كل أمور حقيقة مهمة جدا، وتحسن الدراسات النظرية والنمذجة المهتمة بالغلاف الجوي الأرضي من خلال تحسين الباراميترز. إحنا لما نعمل مودلز لمستقبل غلاف بشكل عام بدنا باراميترز، فعندنا الآن نماذج مختلفة. نحن كل معلوماتنا حقيقة عن كوكب الأرض، نريد نماذج أخرى لكي نحسن النموذج الأرضي. كذلك الأمر عندما ننظر إلى الفضاء من أماكن بعيدة، من كواكب بعيدة، نستطيع أن نفهم هذا الكون بطريقة مختلفة. يعني مثلاً تشانغي 4 اللي هي هبطت على الجانب البعيد من القمر، من أهم الأهداف دراسة الكون السحيق في الجانب البعيد بعيداً عن الإشعاع الراديو والراديو ويفز، لأنه كما نعلم إنه الأرض ومحيطها يعج بالأمواج الراديوية وخاصة أمواج الراديو، فبالتالي إحنا بدنا منطقة بعيدة عن هذا التلوث الضوئي، فبالتالي نحتاج إلى ذلك. كمان الأمر يعني قد يكون على المستوى الاستراتيجي البعيد جدا، الخطة باء، قد يكون هناك استيطان دائم على هذه الكواكب والأخص كوكب المريخ، وهناك خطط مجنونة. أحد علماء الروس فكر في ضرب المريخ بصواريخ نووية تكتيكية لإذابة الجليد على هذا الكوكب، وإنذاب الجليد فيغطي حوالي 60-70% من هذا الكوكب المياه، وقد يصنع غلاف جوي. وإيلون ماسك حكى عن الموضوع، هي فكرة مجنونة لكن هي أفكار موجودة. وكذلك الأمر حماية كوكب الأرض من الأخطار النيازك والكويكبات والرياح والعواصف الشمسية. والدكتور عصام يعني حقيقة أحد المسؤولين عن مهمة حماية كوكب الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو شاب أخذ مسؤولية كبيرة في عام 2028 حسب الأسترويد. إذن دراستنا بشكل عام للكواكب تحسن نوعية الحياة، فهم جيولوجية الأرض،
فهم تركيب الغلاف الجوي الأرضي، قوة ردع، التقدم التقني والبحوث الجديدة وتطبيقاتها وانعكاسها حياتنا على الأرض، التعدين والمصادر الطبيعية، الاستكشاف والشغف العلمي. ضيفنا اليوم حقيقة أحد علماء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، الدكتور عصام حجي. من هو عصام حجي؟ عصام حجي حقيقة درس الفيزياء والفلك في مصر، ثم أنهى درجة الماجستير والدكتوراه في علوم الفضاء من فرنسا، ومنح الجنسية الفرنسية نتيجة أبحاثه المرموقة في علوم الفضاء والفلك، وهو أحد العلماء المرموقين، ويعمل في مختبر الدفع النفاث في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، قسم الصواريخ الفضائية المتعلقة ببرامج الكواكب، وهو الآن وهو حقيقة أنا بقول هو صوت العرب في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وهو عالم مرموق وله أبحاث منشورة في مجلات علمية مرموقة. ويكون معنا إن شاء الله في هذا الحوار الدكتور محمد حاج من الجزائر، والمهندس محمد السيد، والأستاذ عصام عامر، والأستاذ عبد العزيز البرغوثي، والأستاذ عمر حسن الخالدي في هذا الحوار لهذه الليلة. أهلا وسهلا بالدكتور عصام حجي، الباحث المتميز في علوم الفضاء والفلك في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، فليتفضل مشكورا. تفضل دكتور عصام. متشكر دكتور عمار، وشكرا على المقدمة الجميلة دي، وهي في الحقيقة جاوبت على كل الأسئلة اللي احنا نقولها في المحاضرة النهاردة. فتبقى لي شوية حاجات اللي أنا أحب أضيفها. أولا أنا سعيد جدا في الحوار الغير رسمي ده، وأن يكون مع كل مجموعة الشباب والناس الموجودين معانا، واللي احنا هنجاوب فيها على السؤال اللي حضرتك أثرته، اللي هو ليه احنا بنكتشف الفضاء وليه بنكتشف الكواكب. وسؤال أهم منه هو هل احنا فعلا نستطيع ان نكتشف الكواكب دي؟ هل احنا معانا الامكانيات اللي احنا نكتشف دي؟ فلو حضرتك شايفني كويس في الكاميرا، انا ورايا شاشة التلفزيون دي لقناة اسمها روتانا فيديو كليب. احنا المحاضرة بتاعتنا ساعة تقريبا، مدة الفيديو كليب 3 دقايق، ففي الساعة اللي احنا فيها دي هيكون اتعرض 30 فيديو كليب تقريبا ورانا هنا. تكلفة الفيديو كليب الواحد متوسط ما بين 150 إلى 300 ألف دولار. ففي الساعة اللي احنا هنتكلم فيها دي هيكون في اضرب المبلغ 30 في 300 ألف، هيكون في تقريبا 9 مليون دولار بس على الشاشة اللي ورايا دي من المواد الهابطة والتي لا تضيف أي شيء لحياة الناس. وهنا يأتي السؤال، الناس اللي بتسأل احنا فلوس اللي بنصرفها في أبحاث الفضاء دي ما نأكلها للعيانين ونديها للجعانين، وده مش أولى الكلام ده تقال للشاشة اللي ورايا دي؟ ماشي، الشاشة اللي ورايا دي بيشوفوها ملايين. المحاضرة اللي احنا فيها دي احنا يعني سعيد بان احنا موجودين تقريبا 100 واحد، وممكن هيشوفها 2000 واحد على الانترنت. فتخيلوا اللي احنا بنتكلم فيه ده، في ناس بتعتبره اهدار للمال، بينما الاسفاف الموجود في كل الشاشات ده الناس بتعتبره انه شيء عادي جدا في حياتها اليوميه. فهي المساله مساله اولويات. زي ما حضرتك اضفت، احنا محتاجين نكتشف رحله الفضاء في ايه. فانا حضرت مجموعه من السلايدز بتوري أهمية اكتشاف الفضاء بشكل عام، أهميته بقى بالنسبة لحياتنا إحنا زي ما حضرتك كده في أضافت بشوية معلومات عن الكواكب زي المريخ والأقمار المحيطة بزحل. فخلينا نبتدي، مش عارف هعمل في شير للسلايدز عندي، شير سكرين. هيو انت كو هوست، يعني تقدر تعمل شير سكرين وهي طلع سلايد. نعم اوكي. السؤال ده كان محيرني جدا، هو احنا يعني بنكتشف الحياة فين وليه؟ وطبعا احنا بالنسبة لنا كدايما يعني احنا نتيجة اوضاع الكتيرة محيطة بينا في حياتنا الاجتماعية اليومية بنميل للتشاؤم. فبنرى مثلا اكتشاف الكواكب والحياة في العوالم الاخرى ده شيء مضحك، لان احنا حوالينا يعني نكاد بالكاد نحافظ على الحياة الموجودة عندنا. فالاول حاجة احب اعرف بالمكانين اللي بشتغل فيهم. المكان الأولاني هو معمل دفع النفاث في وكالة ناسا، وهو أحد 10 مراكز في ناسا. مانيش أهم العلماء العرب في وكالة ناسا، وأنا باحث وسعيد جداً اللي أنا باحث في منتصف
طريق، سعيد ان كل الانجازات الواحد بيحبها او اني اعمل في شيء بحبه، اكبر انجاز في حياتي هو ان انا بعمل في كل شيء بحبه، وكل يوم لما بروح المكتب بكون سعيد ومشتاق اشوف الصور والبيانات الجديده اللي بتيجي من الاقمار الصناعيه. معمل الدفع الصاروخي في وكاله ناسا يدار بجامعه كالتك، وهو أسس سنة 34 يعني 25 عام قبل إنشاء وكالة ناسا، وهو أصغر مراكز ناسا حجما يعني مساحة وأكبرهم في عدد المهام العلمية التي يقوم بها. المكان الثاني اللي بشتغل فيه هو جامعة ساوثرن كاليفورنيا في كلية الهندسة. جامعة ساوثرن كاليفورنيا للناس اللي ما تعرفهاش هي برضو موجودة في مدينة لوس أنجلوس، والنيل أرمسترونج لما نزل وكان بيمشي على القمر كان طالب في الدراسات العليا في جامعة ساوثرن كاليفورنيا. فالناس بتفتكر دايما أول رائد فضاء كان رائد فضاء أمريكي، لكن بتنسى أن أول رائد فضاء كان طالب دراسات عليا، ودي برضو نقطة مهمة جدا. فهو تسجل في الماجستير 6 شهور قبل ما ينزل على الفضاء، وتخرج 9 شهور بعد ما عاد من رحلة القمر. زي ما تقال انه اكتشاف الكواكب بيهدف لفهم كوكب الارض، وهنا في نقطة توقف مهمة جدا. هنشوف ان كل مشروعات الفضاء اللي ابتدت كانت في بدايتها مشروعات لفهم التغيرات المناخية والبيئية في كوكب الأرض. لا يوجد دولة وحيدة في العالم ليها مشروع لاكتشاف الفضاء إلا ما ليها مبني على مشروع فهم التغيرات المناخية والبيئية الموجود في المنطقة اللي هي موجودة فيها. طيب إحنا بنكتشف الكواكب دي ليه؟ كل كوكب من الكواكب اللي أنتوا شايفينها في الصورة دي بيمثل مرحلة مر بيها كوكب الأرض في السابق. يعني مثلاً لو بصينا للزهرة، هو ماضي كوكب الأرض لما كان مغطى بالبراكين، ده كوكب الزهرة هنا، دي كانت مرحلة ماضي كوكب الأرض. كوكب المريخ الذي كان في يوم من الأيام الكوكب الأزرق وتحول لصحراء الجرداء يمثل مستقبل كوكب الأرض. الكواكب الغازية الموجودة بتمثل مرحلة البدائية اللي قبل كوكب الزهرة في تكون كوكب الأرض. المذنبات والنيازك دي أجسام بشكل مبسط غيرت في تطور كواكب المجموعة الشمسية، سواء بإحضار مواد عضوية وجليد اللي هو أدى لنشأة الحياة فيها، أو سواء بتغيير العوامل الجيولوجية في الكواكب دي. الأقمار المحيطة بزحل بتمثل الأقمار الجليدية المحيطة بزحل بتمثل العصر الجليدي اللي مر بيه كوكب الأرض. إذن كل كوكب بنروح نكتشفه بيمدينا فهم لمرحلة مر بيها كوكب الأرض، والفهم ده بيحمي حياة الإنسان على كوكب الأرض. يعني مثلا هديكم مثال، أنهي أقوى، الديناصور ولا الإنسان؟ أكيد الديناصور أقوى من الإنسان، ومع ذلك من 80 مليون عام مذنب ارتطم بكوكب الأرض وأدى إلى إخفاء الديناصور بسبب التغيرات المناخية اللي عملها المذنب ده حينما سقط على الأرض. فالإنسان ماهوش أكيد أقوى من الديناصور، والمذنبات دي لسه موجودة لغاية النهاردة وممكن تسقط على الكوكب الذي نعيش فيه. فما يحمينا هو فهمنا للطبيعة دي وليس إنكار الحاجات دي. يعني أنا دايما بنحب أشوف الناس اللي بتقعد مثلا عندنا هنا وقف الشير دقيقة، الناس اللي هي بتنكر الحقائق العلمية دي، ودي حاجة خطيرة جدا عندنا اللي هي حالة الإنكار للعلم. يعني إن كل شيء ما حصلش، الكورونا مثلا، الفيروس بتاع الكورونا إنه أكذوبة، المشي على القمر أكذوبة، اكتشاف المريخ أكذوبة، كل التغير المناخي ما بيحصلش عندنا. حالة الإنكار العامة للعلم دي هي سببها نشوة الاستمتاع بالجهل، ان انا وانا قاعد كده ما بعملش اي حاجة والعالم كله بيكتشف وبيتطور وبيقرأ، وانا قاعد في الكنبة انا انسان كويس ومش محتاج اعمل الحاجات دي لان دي كل دي اكاذيب. فبيدي الانسان الكسول نشوة خاطئة انه هو انسان واعي وفاهم الكون ده. ولما تشوف الناس اللي بتتكلم عن نصايح دايما كده يقعد
تلاقي مثلا في القهوه ولا في حاجه وكده ويتكلم برصانه لكي يقول كلاما جاهلا، يعني يقعد كده ويقول لك يمسك فنجان القهوه ويقول لك ما فيش حد مشي على المريخ، ما فيش حد مشي على القمر، ما فيش شاف المريخ ايه، احنا لاقين ناكل. ايوه احنا مش لاقين ناكل، عارفين ليه؟ عشان احنا بنكذب العلم. عارفين الدول دي اختنت ليه؟ هي ما بتصرفش على العلم عشان عندها فائض، هي بقى عندها فائض عشان هي بتصرف على العلم. احنا بقى بنصرف في القناة اللي ورايا دي وفي قنوات اخرى. ومثلا عايز ادي نموذج بسيط جدا، اتعمل فيديو كليب عندنا في مصر على الفيروس كورونا، اكيد كلكم شفتوه، مش هقول اسم المطرب. تعرفوا انه كشخص عايش في هوليوود مدينة الاعلام في لوس انجلوس، سألت واحد صاحبي بيشتغل في هذا المجال، الفيديو ده متكلف كام؟ قال لي فيديو زي ده متكلف ما بين 6 مليون ل 7 مليون دولار. تعرفوا الابحاث اللي اتعملت في فيروس يعني تقريبا اضرب ده في 15 100 مليون جنيه. تعرفوا الابحاث اللي اتصرفت على فيروس كورونا في مصر قد ايه؟ اكيد مش 100 مليون جنيه. تعرفوا ايه؟ فاحنا هل نتخيل اللي احنا عملنا اغنيه للفيروس اكتر من ابحاث نصرفها على الفيروس؟ هل نتخيل ان احنا عندنا ناس بتقول ان الارض مسطحه وان علوم الفلك دي مش حقيقيه، ماشي، وبتقول الكلام ده في كل القنوات في كل راس في سنه، تفتح تلاقي كلام على الحظ على البخت عن كل الحاجات دي، ومش هتلاقي ابدا حديث عن الاكتشافات دي. فاللي انا عايز اقوله بالرجوع لاكتشاف الكون، إن الاكتشافات دي مش مضيعة للوقت ولا هي إهدار للمال العام. لأنه مثلا لو جينا نشوف في قضية زي فهم التغيرات المناخية، في القضية دي مثلا بتعرفنا إزاي فهم التغيرات المناخية على المريخ، بتعرفنا إزاي خزانات المياه الجوفية اللي عندنا مثلا بشكل مبسط بتتغير على مدى الطويل، يعني بتكلم من آلاف السنين لملايين السنين. طب حد يقول لي هو احنا هنبقى عايشين هنا بعد ملايين السنين ولا بعد آلاف السنين؟ بس فهمك للتغيرات دي بيديك ان انت تقدر تزود دقتك في فهم التغيرات القصيرة المدى اللي هي العشر سنين اللي جاية. في صور مثلا الصحراء دي، مثلا في صورة من الصحراء في مصر بالأشعة المرئية، لو بصيت فيها مثلا بالرادار هتلاقي تحت الأرض أنه كان فيه كل الوديان الجافة دي اللي بتعكس أنه هي الصحراء التي نعيش فيها من 20 مليون عام أو أكتر، كانت مغطاة بالمياه وكانت فيها في خضرة وفي مياه وكان في حياة موجودة فيها مختلفة تماماً عن ده. إذن الكوكب اللي احنا نعيش فيه يتغير، وأنا بتكلم بشكل مبسط جداً عشان الناس اللي هي مش من الوسط العلمي تقدر تتابع اللي احنا بنقوله. طيب أنا مش هتكلم في جوانب تقنية، بس عايز أقول ليه المريخ؟ المريخ هو الأخ التوأم لكوكب الأرض، شبيه بيه في الحجم، نص حجمه تقريبا، ليهم خواص كتيرة مشتركة. فالنظرية ببساطة بتقول أنه لو كوكب المريخ كان في يوم عليه مياه واختفت من عليه هذه المياه، إذا فهمنا سبب اختفاء هذه المياه نستطيع أن نرى شباك مفتوح على مستقبل كوكب الأرض. ده حجم مثلا الولايات المتحدة على المريخ، فهي تقريبا هيكون هو حجمه نص كوكب الأرض. ده فقط لمجرد التشبيه، شبه الكوكب بتاعنا جدا، أنه مغطى بالصحراء ومغطى بالرمال وبالأعاصير الرملية، وتماما مثل كوكب الأرض المريخ ليه القطب الشمالي والقطب الجنوبي المغطى بالجليد تماما مثل كوكب الأرض. وتظهر على سطح كوكب المريخ وديان الجافة التي تعكس أنه قد يكون هناك ماء في شكل السائل كان موجود بشكل حديث جيولوجيا، يعني في آخر بضعة ملايين السنين على سطح كوكب المريخ. إذن فالنظرية أنه المريخ قد يكون أنه هو كان الكوكب الأزرق في يوم من الأيام. فتحديدا أنا بشتغل في إيه؟ وطبعا مع الأسف كل شوية الواحد بيسمع حاجات يعني في الإعلام بتاعنا مش دقيق في وصف الشغل اللي أي عالم عربي بيشتغل فيه. ودي بالمناسبة نقطة مهمة جدا عايز أوضحها، إنه ناس كتير
يعني هوقف الشيرنج هنا شويه، انه ناس كتير بتكره العلماء، وناس كتير من الوسط العلمي ما بيضايقهاش ان حد يقول كلام جاهل قد ما يضايقه مثلا انه زميل عالم ليه يكتب في بوست على الفيسبوك مثلا يقول في حاجه او معلومه. ايه سبب الكراهيه للعلم في الوسط العلمي؟ الاعلام هو السبب الحقيقي فيه، وانا هقول لك ازاي. لما انت مثلا في خبر والدكتور عمار اشار اليه ان مثلا اني اقود كتيبه لحمايه الارض من المذنبات في سنه 2028، ده الخبر اللي مكتوب في صحيفه اليوم السابع، بينما الخبر الحقيقي اني اعمل في مهمه فضاء اسمها روزيتا، وان المهمه دي انا باحث في المهمه دي في فريق علمي، وان المهمه دي بتكتشف مذنب اسمه 67P، وانها اطلقت في سنه 2004، وصلت المذنب في 2014 وانتهت في 2018، وانا اقوم بتحليل البيانات حتى النهارده. طيب انت لما تقرا الخبر اللي انا بقود مهمه لحمايه كوكب الارض في سنه 2028 وتيجي تدور تلاقي المهمه دي مش موجوده، اول انطباع هيجي لك ايه؟ اني نصاب. لما انت تقرا مثلا لما عالم جيولوجي يعمل تحقيق صحفي مع صحفي ويقول ان في مثلا مذنب هيسقط على الارض خلال 80 مليون سنه، فتلاقي الخبر نزل في الجرنان ان المذنب سيسقط على الارض بعد 8 ايام يوم الجمعه في ميدان التحرير على اي حد ماشي هناك. فانت لما تقرا الخبر ده، الصحفي هو اللي كتب الكلام ده، الباحث ما قالش الكلام ده، فانت لما تقرا الخبر تقول ده الناس دي نصابين والناس دي مش فاهمه اي حاجه، وتبتدي من هنا الكراهيه العلماء لبعضهم. وعشان كده انا بطلب من كل الاخوان ان هم اي حد عايز يفهم باحث شغله ايه يشوف ابحاثه المنشوره، يروح على سكوبس ويشوف هو بينشر في ايه، او ان هو يتواصل معاه او يشوف صفحته الرسميه. ولكن اعلامنا العربي مصدر سيء جدا للمعلومات عن البحث العلمي. نقطة اتنين كمان اللي شفتها في موضوع الفيروس بتاع كورونا، انه كان الناس مثلا بتتصارع بينها وبين بعض على دقة المعلومات. فواحد مثلا يقول الباحث الفلاني ما قالش انه الفيروس مثلا السبايك بتاعت البروتينات اللي فيه 100، ويقول لا انه 110، ويتخانقوا ويزعلوا من بعض. بينما في الاعلام 100 قناة شغالة عمالة بتقولك ان الفيروس ده بالشلولة وتجيب له ملوخية صفراء تعالج بيها وكلام زي كده، وتلاقي ان الباحثين مزعلانين من الكلام اللي بتقال ده وزعلانين من الفروق اللي بينهم وبين بعض. وهي دي الكارثة اللي احنا عايشين فيها. والسبب في ده ان احنا تعودنا في الاعلام ان احنا محتاجين علم يكون مادة للفخر مش مادة للنفع. يعني مثلا كل شوية يقول لك حد انا فخور بكذا، انا فخور بكذا، انا فخور. انا بحس ساعات مخش على الكمبيوتر اللي احنا هنترشق من الفخر من كتر ما احنا عندنا حاجات نفخر بيها. ابص بقى في الشارع الاقي حاجات غريبة جدا، الاقي ناس بتقرا في الكف، الاقي مذيعة في راس السنة بتتكلم على كوكب زحل هيحمي كوكب الارض من مش عارف ايه، ونحن مصيرنا مربوط بالقمر هينهار على ايه، وكل الكلام ده. فمرة اخرى انه اكتشاف الكواكب بدينا شوية نفهم ان اللي احنا فيه ده كله محتاج اصلاح. فانا احب اشرح لاول مرة حقيقة يعني انا بشتغل في ايه عشان الناس تفهم انت بتعمل ايه في وكالة ناسا دي. فانا بشتغل على 3 مهام. بشتغل في حاجة اسمها تصوير الرادار، يعني بشكل مبسط بنستخدم مركبة مارس اكسبرس، مارس ريكونسنس اوربيتر، واكزو مارس روفر، تستخدم تقنية التصوير بالرادار لتصوير تحت الارض لكشف المياه او الجليد تحت سطح المريخ وكواكب المجموعة الشمسية بشكل مبسط. فالرادار ده بيشتغل ازاي؟ بتبعت موجات كهرومغناطيسية، اول ما بتلاقي في فروق في الخواص الكهربية بين المواد بتنعكس وبتعمل لك الاشارة اللي بتوريك يعني زي اكس راي لتحت الارض. دي نموذج من البيانات اللي بتجيلنا. فده السطح وده الجليد الموجود تحت السطح او التربة الموجودة تحت السطح في منطقة اسمها امازونيس، منطقة استوائية على سطح المريخ. بنستخدم تقنيات لمعالجة إشارات الرادار لفهم التكوين
الأول 100-200 متر من سطح كوكب المريخ، لأن كل اللي بنشوفه النهارده على السطح أغلبه ناتج عوامل التعرية الموجودة وليس ناتج التطور المائي أو لكوكب المريخ اللي هو محتاج نصور تحت الأرض عشان نشوفه. فبكل اختصار، إن إحنا بندرس الخواص الكهربائية كوكب المريخ ونحاول منها نعرف إذا كان في أي مواد بتدل على وجود مياه أو جليد في مناطق أخرى غير المناطق القطب الشمالي والجنوبي، زي المناطق الاستوائية، زي هنا دي البحيرة المالحة اللي اكتشفناها في منطقة أمازونيس بلانيشيا، وهي بتعكس إذا كانت فعلا أكد هذه البحيرة أنها قد تكون كانت أماكن للترسبات موجودة على سطح كوكب المريخ. لما بدأت أشتغل في الدكتوراه في اكتشاف المريخ سنة 1998، أول حاجة قالها كنت ساعتها معيد في كلية العلوم، فكان أحد الناس، لا يمثل طبعا الكلية ولا الجامعة، قال لي بس ده اكتشاف المريخ ده مش علم، ده مش بحث علمي، ده تهريج. ففي سنة 2008 البحث بتاعنا نشرته مجلة ساينس على الصفحة الأولى، وكان البحث ده هو التصوير القطب الشمالي والقطب الجنوبي لكوكب المريخ. طب أنا ليه بقول على قصة الراجل اللي هو قال إن الكلام ده مش علم؟ لأن في الناس اللي بتسمعنا النهاردة ناس كتيرة مروا بالقصة دي، وبشكل عام في ناس بترى إنه العلم هو التشاؤم، واني اقول لك انت ما تقدرش تعمل ايه، وانه مش ان احبطك، انه انا عشان ابقى استاذك فلازم اقول لك انت ما تقدرش تعمل ايه، مش انت تقدر تعمل ايه. وبشكل عام ان احنا بنرى في الاحباط نوع من الرصانه، والاحباط الحقيقه هي او الكلام المحبط ما هوش رصانه، هو خيبه المفروض ما تكون مش موجوده فينا ابدا، خصوصا احنا كشعب عربي اللي احنا حولنا علم الفلك من العلوم الاغريقيه الخرافات الى علم. ففي سنه 2008 لما صورنا القطب الشمالي والقطب الجنوبي لكوكب المريخ واثبتنا اللي هي ده مقطع للقطب الشمالي، فبنشوف انه القطب الشمالي للمريخ في الطبقات دي اللي بتعكس انه تكون على مليارات السنين، تقريبا على مليار عام ونص. إذن الماء كان موجود على سطح المريخ لفترات طويلة أتاحت التكوين السكسيسيف يعني المتتابع للطبقات دي وتكوين القطب الشمالي. إذا الماء وجد في فترات طويلة يعني إن كان في حياة على المريخ. وبدأنا من هنا نصور أماكن أخرى بالرادار لاكتشاف المياه، ومن هنا ظهرت كل الميشن زي سبيريت وأوبورتيونيتي وكوريوزيتي وبرسيفيرانس وإكزومارس اللي بتبحث على أثار المواد عضوية تحت سطح كوكب المريخ. وده هنا الكوريوزيتي والسبيريت والباث فايندر روفر، بتشوف اختلاف الأحجام، وكل شوية الروفرز دي حجمها بيكبر لأن عدد الأجهزة اللي بتحملها بيكون أكبر. طيب هل العرب إيه علاقتهم بالمريخ؟ أولاً ده بحث نشرناه أنا والدكتور أبو طالب، هو كان بوزدوك ولسه بوزدوك عندنا في جامعة كاليفورنيا، إنسان بنفخر به في التعاون معاه. فده بحث منشور في نيتشر جيوساينس نشرناه عن, 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 عن الأصل لهذه السيول التي نراها تحت سطح كوكب المريخ وكيف تعكس وجود المياه الجوفية. البحث ده اتنشر السنة اللي فاتت وهو أول بحث في نيتشر الباحثين اللي فيه الاثنين مصريين، يعني ما فيش أي بحث أجنبي، بحث مصري 100% أو بحث عربي 100%. والبحث ده كان إزاي إنه خزانات المياه الجوفية بتطلع على الفوالق، المياه الجوفية اللي فيها بتطلع على الفوالق اللي بتعملها سقوط المذنبات وبتسيل على سطح المريخ محدثة هذه السيول. البحث ده أكيد محدش سمع عنه حاجة، مع الرغم أنه تصدر الأبحاث الأكثر قراءة في مجلة نيتشر، كان البحث رقم 2، واتكتب عنه في فوكس نيوز وفي سي ان ان
وفي ساينس ماجازين وغيره وغيره، ولكن ما كتبش عنه عندنا أي حاجة، مع الرغم أنه هو يعكس التطور المائي في المناطق الصحراوية ومستوحى من دراسات الصحراء العربية بشكل عام. طيب بس عايز أشوف هنا نقطة، وهنا هرجع الكاميرا تاني. حد ممكن يقول لي طب أنت بتقول ليه إنه ما اتنشرش؟ أنت زعلان إن الصحافة ما بتتكلمش عن الأبحاث اللي أنت بتعملها؟ لا، أنا مش زعلان الصحافة ما بتتكلمش عن الأبحاث، أنا زعلان إن الفرصة اللي جات لي وأنا عمري 20 سنة إني أشوف دكتور زويل بيطلع في التلفزيون مرتين في الأسبوع مش متاحة للشاب اللي في عمري، اللي كان في عمري النهاردة. أنا زعلان أني أنا كنت بقدر أشوف برنامج زي العلم والإيمان، كنت بتعلم منه حاجة أن الشباب النهاردة متاح له اللي ورايا ده. أنا زعلان أن أنا كنت بقدر أشوف حوارات الدكتور فاروق الباز بتتعاد 5-6 مرات في الأسبوع، والنهاردة بنشوف الحوار بتاع ممثلة كانت متخانقة مع والدها على فستان هي لابساه بيتعاد 20 مرة في الأسبوع. أنا زعلان في النهاية أنه لما يتقال أن أنا مصري ما يتذكرش نجيب محفوظ وأحمد زويل وفاروق الباز، يتذكر أن في رقاصة من الأرجنتين جاية بترقص عندنا، ولا ممثلة بتطلع فين ولا فين. وأنا مش بقول ده بتعصب ولا بأي شيء، أكتر حاجة بقت مزعلاني أن إحنا كعرب ومصريين بنستغرب لما نسمع أخبار بره، يقولك ده إيه ده؟ ده في عالم مصري ظهر في جامعة أكسفورد، ده في عالم مصري ظهر في ناسا، عالم جزائري ظهر في ناسا، والتونسي ظهر في مفاعل مثلا في سيرن. كل دي بننبهر وبنجد انه من الطبيعي جدا انه عندنا رقاصة من البرازيل موجودة في مصر، فرحين لك يا سلام شوف بتتكلم لغتنا يا أخي، والله ده شيء جميل. هو ده اللي بيزعلني، واللي بيزعلني ان الصورة دي في النهاية بتقول انه احنا هويتنا كعالم عربي هي المعرفة. عشان كده يعني احنا هويتنا هي القراءة، واول كلمة جت في الدين الاسلامي هي اقرأ، وفي الديانة المسيحية نفس الشيء. يعني كان في اصرار ان المعرفة هي الهوية العربية وهي الهوية الدينية لمنطقتنا، ودلوقتي بقى في اصرار انه حاجات تانية بقت الهوية بتاعتنا. فده اللي بيزعلني. عشان كده انا بحب اقول لما بحب ان يبقى في بحث علمي بتنشر، احب ان الناس تشوفه، واحب الناس تشوف ابحاث الناس الاخرى، وبشجع كل باحث هنا هو انه ينشر ابحاثه على الفيسبوك وينشر ابحاثه على السوشيال ميديا، وما تتكسفش. يعني محدش يقول ايه ده، ده مثلا فلان طلع اتكلم في الاسبوع ده مرتين على البحث بتاعه، هو ايه المفروض العالم يبقى في معمله؟ بقى يا راجل يبقى العالم في معمله، قاعد يقولك بعمل في صمت، والجهل بره في كل حتة في الشارع. يعني يبقى الجهل في التلفزيون وفي الراديو وفي الشارع وفي كل حتة، وما يزعلكش الجون بتاع مش عارف مين ولا مين يتعاد 20 مرة في اليوم ومتزعلش، فيديو كليب يتعاد 30-40 مرة في الأسبوع ومتزعلش، ولما يطلع زميلك العالم يتكلم في برنامجين في التلفزيون خلاص انت بقيت متضايق، وبقى بيحب الظهور، وبقى المفروض العالم في معمله والعالم في محرابه. الكلام ده الكلام ده كله غلط. اذا ما كنتش هتملى الاعلام بالعلم هيتملي باللي ورايا ده. انا على فكرة حاطط قناة عن عمد عشان حتى لو الناس زهقت تقدر تتفرج بمناسبة على الحاجات اللي ورايا دي، في حاجات كتيرة كويسة. اوكي نرجع تاني للفضاء. اوكي طيب، فالمكان الثاني اللي احنا بندرسه بالتكنولوجيا تصويب الرادار هي الأقمار الجليدية المحيطة بزحل والمشترى، لأن زي ما قلت الأقمار دي مغطاة بالجليد وبتعكس العصر الجليدي اللي مر بيه كوكب الأرض. ففهم تحرك الجليد عليها وسمك الجليد وتكوينه والمحيطات الموجودة تحت هذا الجليد بيدينا صورة للأرض كانت موجودة إزاي في العصر الجليدي، وإن احتمال مثلا زي في القمر يوروبا المغطى بالجليد، إنه هذا القمر النهاردة المحيط بجوبيتر هو اللي محتمال يكون عليه حياة موجودة في الجليد الموجود تحت 9 كيلومترات، في المياه الموجودة تحت 9 كيلومترات من الجليد. وده اللي بنكتشفه بالمهمة جوس ويوروبا كليبر اللي هتوصل سنة 2033
إلى يوروبا وجانيميد وكاليستو، وهي أقمار محيطة بزحل والمشتهرة. وهنا بنشوف تكوين، بنشوف شكل الجليد على السطح وكل الفوالق الموجودة فيه اللي بتوري إن الجليد ده موجود على طبقة سائلة من الماء بيتحرك وبتظهر فيه الفوالق دي. وفي بالضبط فده إزاي الفوالق دي بتتكون، إن في مياه جوفية في الجليد هي اللي بتعمل أنها طبقة سائلة بتحرك الجليد اللي فوق فبيتشقق. ثالث الأجسام اللي بندرسها هي المذنبات، والمذنبات هي أجسام من الجليد بتطوف في المجموعة الشمسية. الجليد ده هو جزء من المكونات البدائية للمجموعة الشمسية، فإحنا بندرس التكوين هذا الجليد. وده حجم المذنب 67P اللي درسناه في المهمة روزيتا، وده مدينة لوس أنجلوس الذي أعيش فيها، وده حجمه جنب قدام مدينة لوس أنجلوس. فإحنا أولا من الشيء المبهر في المذنبات دي أنها مغطاة تماما بمواد عضوية قاتمة اللون، يعني أنت لو واقف قدامها على بعد 200 متر ممكن ما تشوفهاش لو أشعة الشمس مش موجودة عليها. فده بيخلي اكتشاف الأجسام دي من بعد بالتلسكوبات صعب، فإحنا ما نقدرش نصورها غير لما بتقرب من الأرض وبتخش في مرحلة الأكتيفيشن، يعني يبتدي الجليد يتبخر وتعمل الديل اللي بيبقى معروف ليها. المهمة روزيتا الحقيقة كانت من أجمل المهمات اللي عملت فيها. مهمة روزيتا تعتبر يعني مرسيدس بتاعة المهمات الفضاء، يعني مثلا لو قارنا إن مركبة مسبار هامل عليه 3 أجهزة الموجه للمريخ، فمثلا مركبة روزيتا عليها 21 تجربة علمية، ويعمل فيها فريق علمي من 21 مختبر، فهي فعلا مركبة ضخمة الحجم وقعدت 10 سنين في الفضاء. فده صورة المركبة، والألواح الشمسية ليها وهي مفتوحة حجمها 50 متر، يعني نص ملعب كورة، وده المسبار اللي نزل على سطح المذنب. فالحقيقة احنا كان الهدف اللي هو انزال المسبار ده، الاول عملية انزال على سطح مذنب ودراسة التكوين الداخلي للمذنب. ده كان مساهمتي في المهمة اللي هو استخدام الرادار لدراسة التكوين الداخلي للمذنبات عشان نعرف هي معمولة من ايه. فدي صور في عملية الانزال. وخلال عملية الانزال حصل عملية فقد للمسبار، وفقد المسبار لمدة 2 سنين. قعدنا ندور عليه لأنه نزل وحصل له باونسينج على السطح، يعني أنه بيقفز من مكان لمكان، ولم يعثر عليه إلا في المرحلة الأخيرة من المهمة. وكنت في الفريق العلمي المساهم في العثور على هذا المسبار ودراسة الأسطح الموجودة على المذنب، واكتشفنا قد إيه أن أسطح المذنبات ليست ملساء ومغطاة بالجليد كما نعتقد، ولكنها مغطاة بصخور غنية بالمواد العضوية اللي هي كان ممكن تكون سبب وجود الحياة على كوكب الأرض. فأنا مش عايز أخش في تفاصيل علمية، لكن هنا الموقع اللي حددناه باستخدام تكنولوجيا الرادار لفقدان المركبة. وبعد ما درسنا التكوين الداخلي وأثبتنا أنه المذنبات دي خالية تماماً من الصخور من الداخل وأنها مكونة بالكامل من الجليد، وده غير مفهوم العالم لهذه المذنبات أنها هي التي قد تكون أتت بالمياه، جزء من المياه وجزء من المواد العضوية اللي أسست لنا ككائنات في حية. وده هنا صورة المذنب حينما عثرنا عليه في آخر 4 أيام من المهمة العلمية، وهو مقلوب موجود تحت الصخرة الموجودة هنا. فاللي راح في كل متحف العلوم في برلين، لو رحت متحف العلوم في برلين هتجد ان في لوحة الشرفية للناس اللي أسهمت في تغيير علوم الفضاء في من القرون. فهتلاقي هنا جاليليو، ميسييه، نيوتن وعلماء المعاصرين. ولو بصيت هنا في الصورة تلاقي لنا موجود هنا وهنا إديك نيلسون رئيس وكالة الفضاء الألمانية وأعضاء من مهام علمية أخرى.
فاللي انا عايز اقوله لما تبص في الصوره دي ان علوم الفضاء ملهاش جينات، ممكن الناس تكون من كل الاعمار من كل الاماكن. ف ده الشيء اللي هو المهم، انه ما فيش شيء صادم ان يكون في عالم فضاء عربي، ولا في شيء صادم انه يكون من منطقتنا ناس بتنجح، لانه كل انسان بيحب حاجه يستطيع انه ينجح فيها. فالوظيفة التانية ليا في وكالة ناسا هي تدريب رواد الفضاء للعودة للقمر. فما بالك بقى في هذا المجال، أنا بسمع كل يوم وبشوف كل يوم حاجات في الإعلام بتاعنا تشرح القلب. كل يوم أسمع إن في طفل في مكان ما عندنا، في محافظة ما عندنا، هيطلع القمر، أو إن إيلون ماسك هيطلع المريخ. يا جماعة، في فرق كبير جدا بين إرسال الإنسان للقمر وإرساله للمريخ. إعداد رائد فضاء أنه يطلع في مهمة للمحطة الفضاء الدولية على الأقل بيكون من 3 سنين لـ5 سنين. إعداد رواد الفضاء اللي راحوا القمر بيكون 5 سنين متوسط. إعداد رائد فضاء يروح المريخ ده سيتطلب وقت حتى أطول. ولكن السؤال المهم، إحنا بنروح نبعت ناس تعمل إيه فوق الكواكب؟ أكيد ما بتروحش تحط أعلام، أكيد يعني مش الهدف إنه يحط علم أمريكا، ولا هدف يطلع يحط علم الصين، ولا أي حاجة من الكلام ده. السؤال بنت بالناس يقولك طب ليه رحتوا للقمر في الستينات وما رحتوش تاني؟ فأقولك عشان كده كذب. يا ابني الموضوع بسيط جدا، الإنسان نزل على القمر سنة 69 لأنه لم يكن هناك آليات زي روبوت يقدر يصور وياخد عينات ويكتشف الصخور، فكان الحاجات دي بيقوم بها رواد الفضاء. النهاردة البيرسيفيرانس روفر مثلا على سطح المريخ استطيع أن يقوم ما يقوم به 1000 رائد فضاء في سنة، هو يقوم به في ساعة واحدة، جمع العينات والتصوير وبكل الدقة وإرسال البيانات بدون أي مخاطرة وبدون تكلفة إرسال كل ما يحتاجه رائد فضاء لكي يحيا في كوكب المريخ. طيب عايز تعرف عشان تبعت إنسان ويقعد على القمر أكتر من يوم، على فكرة كل مراحل اكتشاف القمر إنسان ما باتش فيها على القمر، كانت كلها بضعة ساعات ورجع. طيب لو أنت هتقعد أكتر من يوم على القمر هتحتاج إيه؟ هوريك في الصورة. هتحتاج مركبات زي اللي أنت شايفها قدامك دي، فدي المركبة لونر روفر اللي هيبقى في الكونستليشن ريتيرن اللي هو في مشروع سنة 2025، وانا اعمل على جهاز تطوير الرادار الموجود فيه اللي انا ماسكه ده واللي بيعكس على صورة الشاشات اللي هنا اللي هو ما هو موجود تحت الارض. فيجي بقى واحد من اللي عندنا الحلوين يقول لك ده شاشة بسكها رواد فضاء، شوف الزرار اللي فيها قد ايه، ده تخريف. طب عارفين الزرار اللي هنا ده كبير ليه؟ ليه الزرار اللي هنا كبيرة جدا؟ لان رائد الفضاء الجلوفز اللي ماسكهم، الجوانتيات اللي ماسكهم حجمها كبير جدا، ما تقدرش تعمله زرار صغير كده يتك عليه، هو مش ايفون، فاهم؟ فلازم تكون حاجات تحكم كبيره يقدر يتحكم فيها. طيب عشان تعمل اعاشه على سطح القمر انت محتاج تعمل موديولز للاعاشه بالحجم ده، فارسال كل الحاجات دي لن يتم في مره واحده، ولكن يحتاج سنين طويله. ودي التجارب اللي فعلا بتاع وكاله ناسا في صحراء نيفادا في أمريكا، ومش الحاجات بتاع مالكوم إكس والكلام ده اللي هي أكتر منها محاكاة غير تقنية للعودة للقمر. دور رواد الفضاء بحقه حقيقي، وهم بتدربوا على اللونر روفر، وده فريق العمل في ناسا، وهو بيقدر يساعد رواد الفضاء إن هم يتعودوا على الروفر ده. ودول رواد الفضاء هما بيجمعوا العينات التلجية اللي حطناها تحت الأرض وبنشوف يقدروا يوصلوا لها أو لا. طيب فرق كبير طبعا بين اللي بيكتب في الصحافة العلمية بحقه حقيقي عن إنسان واللي بيكتب في الصحافة عندنا. أنا الحقيقة بكتشف حاجات غريبة جدا عن نفسي، يعني مثلا ممكن بكتشف حاجات جميلة جدا إن أنا طلعت فوق كواكب تانية، أو مثلا إن أنت بتشتغل فراش في وكالة ناسا، أو أي حاجات كتيرة جدا شيقة وحقيقة ومهمة. بس أيا كان الشغل اللي أنت بتشتغله في الوكالة فهو دايما موجود على صفحة الوكالة، فأنت تستطيع إن أنت تروح وتفهم أي واحد بيشتغل في ناسا بيشتغل فين وبيعمل إيه، لأنه أكيد هيكون موجود على الموقع
الرسمي. الشيء اللي انا فعلا سعيد به انه هو انه انه انا عمري في حياتي ما كنت متصور في يوم من الايام ان انا اشوف رواد فضاء. انا في سنه 2006 كان اول مره اشوف، في سنه 2006 اتقابلت مع شخص انا ما كنتش عارف هو مين في مشروع تدريب رواد الفضاء، وكان الشخص ده كان في جونسون سبيس سنتر في هيوستن، كنا في التدريبات وانا ما كنتش عارف اخش لاني ما كانش عندي شهادة ميلاد لاني مولود في ليبيا واتولدت في الحرب وما عنديش شهادة ميلاد، مش مكتوب شهادة ميلاد، تصور في انسان في باسبور ومش مكتوب فيه شهادة ميلاد. فكان مديري فريد هيرتز اللي كان احد الناس اللي دربوا في ابولو بروجرام قال لي المدرب اللي هو اللي هيجي يقعد معاك عشان يشرح لك الحاجات اللي فاتتك، فجاب معاه حد وقعدنا في مقهى مش بعيد عن مدخل جونسون سبيس سنتر في نازا رود 1 اسمه، وقعد الشخص ده يتكلم ماسك هاند بوك بيقول احنا لما مشينا على القمر وعملنا وعملنا. فانا ببص المشرف بتاعي ساعتها كنت صغير جدا، فكنت في سنة 2003 مش 2006 كان عمري 28 سنة، فبقول لفريد بقول له مين ده اللي مشي على القمر، مشي على القمر ايه وراح ايه؟ فبيقول لي ده نيل. بقول له نيل مين؟ يقول لي ده نيل أرمسترونج. فاكتشفت ان انا قاعد في قهوة مع نيل أرمسترونج، وانا بس عشان اوصف لك المشهد اللي انا قبلها بخمس سنين كان اعلى واسطة في حياتي شخص نائب مرور الجيزة رحت اجدد رخصتي عنده وانا مسافر يعني، ففجأة ان انت قاعد مع نيل أرمسترونج، فما فيش ساعتها كانت الكاميرات في التليفون والحاجات دي، فكنت هتجنن ان انا بقى في صورة. فقلت له يعني انا عايزك تنصحني يعني زي انت بتعمل ايه ولا وصلت لده ازاي ولا انصحني بقى في نصيحة انا لسه جاي جديد. فقال لي انا عايز اقول لك نصيحة، قال لي لما احنا كنا بنشتغل في والنصيحة دي انا بقولها لكم النهاردة عشان تحطوها كده حلقة في ودنكم، قال لي ما تزعلش انك انت ما عرفتش تدخل، قال لي احنا زمان واحنا قبل ما ننزل على القمر في من سنة 60 69 كنا كل يوم لما بنخش على البوابة دي الناس بترمينا بالطماطم وتقول ان دول شوية ناس اجانب والمان وجايين بياخدوا في خيرات امريكا بعد ما افتقروا في الحرب في اوروبا، وانه ناسا دي رئيسها الماني ومسميها نازا على اسم الحزب النازي وجايب معاه حبايبه من المانيا وبيرموا، واللي احنا اللي بيعملوه ده ضد الدين وضد الاخلاق والروس هم اللي كسبوهم في النهايه ودول بيخسروا. قال لي وتاني يوم بعد ما نزل على القمر والانزال في نجح نفس الناس دي كانت هي اول ناس جايه وبتفتخر وفرحانه وكده. قال لي فالعبره انك طول ما انت شغال في المكان ده وطول ما انت شغال في العلم العبره مش انك انت تمشي ورا الراي العام، العبره ان انت تغير الراي العام. مفيش حد فينا من اللي بيسمعنا هنا هو وظيفته في الحياه ان هو يطبطب على الناس بتقوله، يعني مثلا نبقى في حاجه زي جهاز الكوهوفت ده كده ده غلط وتلاقي الناس كلها بتقول انه صح. طيب ما انت تسكت ولا تتكلم، اذا سكت لازم تبطل الوظيفه اللي انت فيها، يعني ما تقدرش تقف قدام الطلبه وتتكلم. ففي كل واحد فينا كباحث علمي عنده دورين في الحياه، اول دور لاكتشاف الكون اللي احنا عايشين فيه وفهم كل شيء محيط بينا، بس تاني دور بدام اتولدت في المنطقه بتاعتنا ما تقدرش تتمصل منه هو محاربه الجهل. لا يمكن يبقى في عالم ليه علاقه وديه مع الجهل، يعني مش ممكن نبقى احنا قاعدين بنشتغل في الفضاء وبنعمل كده اهو وفي واحده طالعه في التلفزيون تكذب لك البخت والمريخ هيضربك مش عارف بايه وبرج العذراء هيجيب لك ايه والحاجات دي كلها وانت تسكت او تقول انا ماليش دعوه بالحاجات دي. فدي اخر حاجه انا احب اختم بيها، واللي يحب يشوف الابحاث اللي بشتغل فيها انه فريق العمل يبعت لي او يخش في سكوبس ويكتب باسم الفاملي نيم حجي هتطلع له كل الابحاث. والحقيقه كمان اللي انا عايز اقول للناس كتير يعني مش الشباب اللي بيسمعونا، انا عمري ما كنت اطمح ان انا اشتغل في ناسا، وكانت طموحاتي صغيره جدا جدا جدا، كان كل اللي نفسي فيه في حياتي ان انا ببقى فوق السطوح فوق بيتنا بطير في الطيارات ورق بس، وما كانش عندي اي امل ان انا ممكن في يوم ايام اشتغل في اي مكان ولا حتى في جامعه القاهره
اللي كنت معيد ومدرس فيها، كل اللي كنت شايفه اللي انا بعمل حاجة بحبها. واهلي لما دخلت كلية العلوم فامي اصرت لي انا اخش كلية الصيدلة، انا اخش مجموعة يدخلني كلية الصيدلة. فطبعا احنا ناس من الارياف، فلما بتبقى من الارياف لازم تخش كلية الصيدلة دي، يعني انت هتجيب ادوية لكل الناس اللي في العيلة، يعني فاهم، انت عندك جيش عندهم كل انواع الامراض اللي تخيلها في الكون، فلازم تبقى دكتور يا محامي بس. فكانت اللحظة الوحيدة، القرار الوحيد اللي خدته صح في حياتي هو اني ادرس حاجة بحبها. وانا بقول لكم الانسان اللي انا في اللحظه دي ما شفتش الواقع اللي انا عايش فيه، لاني مش عايز اعيش فيه. انا مش عايز افضل طول عمري اعالج في ناس بتموت، وانا عايز اعمل حاجه بحبها. وبعدين بقى كان في واحد نعرفه يعني، وكان هيجيب لك شغل في مصنع، فتوفى الشخص ده. فقلت خلاص بقى، ما دام وصيتي الوحيده في الحياه توفت، سيبوني اعمل بقى اللي انا بحبه بس. وكانت هنا الرحله من كلية العلوم جامعة القاهرة إلى وكالة ناسا، وكل الحاجات الواحد قدر يعيشها. واللي بتمنى إن كل الشباب اللي هنا الحقيقة إنه يعيشها، بس أنا عايز الناس تحلم وما تخافش، وبالذات الناس اللي هي بالذات الأولاد والبنات بشوفهم دلوقتي يقول لك أنا عايز حاجة مضمونة، وما فيش حاجة مضمونة في الدنيا. ما فيش، أنا في عمري ما كان في أي شيء مضمون في حياتي. الشيء الوحيد اللي عايز ضمانات وعايز حاجة مضمونة، في مكان واحد بس فيه ضمانات، القبر. وانت في القبر وانت مضمون، طول ما انت فوق معانا هنا اهو كل حاجة مش مضمونة. ودي حلاوة الدنيا، لازم تستمتع بيها بالمنظر ده. اوعى تهيالك مثلا ان انا قاعد مثلا مخلد كده معزز مكرم، انا برضو عندي في شغلي في مشاكل، في حاجات، في ضمانات. قبل الانزال على المريخ لو كان فشل كنا هنتسكع في الشوارع، قبل انزال روزيتا نفس الشيء، في مركبه فضاء هنطلقها في خلال 9 شهور ممكن يحصل فيها نفس المشاكل. فاتعلم تعيش الحياه بحلوها ومرها، وما تدورش على الضمانات، ده لو انت عايز تنجح وتعيش في حياتك سعيد وبس. اي اسئله، تعليقات، اتهامات؟ شكرا دكتور عصام. شكرا دكتور عصام، هذا الكلام الرائع جدا، يعني حقيقة يعني كلام مباشر وواقعنا اللي احنا بنعيش فيه حقيقة. انت قرأت واقعنا، بعرفش نفتح باب الحوار، اذا بعرفش نقرأ الاسئلة، او اذا حدا عنده سؤال الان، في حدا رافع ايده؟ حنبدأ الان نختار جزء من الاسئلة المرفوعة وجزء من الاسئلة المكتوبة. بعرفش استاذ حسين، نخليه الاسئلة المكتوبة تقرأها انت. حاضر، تفضل. سؤال مثلا بيقول: كيف نساعد العلماء اللاجئين على متابعة عملهم العلمي كي لا ينحرفوا ويشتغلوا مع وكالة ناسا الفضائية؟ كي لا ينحرفوا وكالة ناسا انحرف؟ انحرف ولا ايه؟ طيب، اولا العلماء اللاجئين يعني مش قادر افهم السؤال، يعني ايه عالم ولاجئ؟ ولكن في كتير من العلماء من العالم العربي، من اخواننا في سوريا والعراق ومصر وغيره وغيره وغيره، موجودين في الخارج. على فكره كل الناس بتعاني من حاجات في كتير، يعني الحياه مش سهله كده، والناس بتوفر في كل حاجه، في منافسة، في تحديات، في سوق، يعني في سوق، في بعض الأحيان يعني في صعوبة للمواطن العربي إنه يبقى موجود في مجال العلم، لأن حتى الشهادات اللي بناخدها في دولنا، في دول كتيرة مش بتعترف بيها. فكل الناس دي بتحارب عشان تقدر توصل، ولكن صحيح هي حرب ومش سهلة، لكنها في النهاية مثمرة، في نتيجة بتوصلها في الآخر. اللي بنصح بيه الناس إنها ما تيأس، يعني تحاول مرة واثنين ثلاثة. وبعدين حاجة بنصح بيها الناس دايما، في ناس عندنا بتحاول إيه، لو حصل له حاجة وحشة يروح يطلع مثلا على الفيسبوك ويقول يا جماعة أنا حصلت حاجة وحشة وأنا مظلوم وكذا. الشفقة عمرها ما بتكون عدالة، لازم تحارب كل يوم. سؤال خالد علي،
خالد علي، ممكن تعرف عن نفسك وتفضل بسؤالك؟ يعطيك العافية دكتور عصام، أنا خالد من الأردن. سؤالي كالآتي، هسه أنا جديد بلشت أقرأ بميكانيكا الكم ودخلت بمتاهة هيك صغيرة، فبدي إجابة إذا نعم أو لا. هلا خلينا نحكي، الوسط العلمي متفق إنه ما في عنا إشي اسمه فراغ، فهل إحنا منعيش بعدم معقد ولا إحنا منعيش بوسط مادي عادي؟ وشكرا على القدر. اعتقد حسين، حسين عندك مشكله في المايك، خليه ميوت احسن. بالبدايه انا خالد من الاردن، وبحب اشكرك طبعا على هاي اللفته الجميله. وسؤالي كالاتي، جديد أنا بلشت أقرأ ميكانيكا الكم وخاصة الفراغ والعدم، ومن قراءتي فهمت إنه ما في إشي اسمه خلينا نحكي فراغ مطلق، وحتى يعني خلينا نحكي بالديتيلز الكمي، لما نفوت يعني على الأجزاء الكمية هو مملوء بالطاقة ومملوء بجسيمات دون ذرية مثل الكواركات والبوزونات وكل التفاصيل هاي. فقبل فترة حضرت فيديو بحكي إنه إحنا منعيش في فراغ معقد، وكان الافتراض تاعه إنه الطاقة الموجبة اللي هي الطاقة المظلمة والمادة المظلمة والباريونات تعادل الطاقة السالبة اللي هي الانحناء في الزمكان وكل التفاصيل هاي. فهو يعني شاف الكون انه هو كون صفري، او محصلة الطاقة في الكون صفري، فحكى انه احنا بنعيش بعدم معقد. فصراحة انا هاي الاجابة ما قدرت، يعني ما قدرت اوصل لاجابة اذا هل فعلا الكلام تاعه صح او لا، فيا ريت لو تحكي لي اجابة صغيرة. ده مش مجالي مع الاسف، انا منيش في الهاي انرجي استروفيزيكس والكوزمولوجي، ده مش معلش. بس دكتور عصام دقيقة، خلينا الأسئلة نركزها على فقط موضوع الندوة. الأخ اللي سأل، نعم ها بسموه الكوانتم فلكشويشن، وما فيش إيش اسمه كلاسيكال فاكيوم أو الأبسوليوت فاكيوم، في اسمه كوانتم فاكيوم وله تعريف كم هو المينيمم انرجي اوف ذا فيل. الكوانتم فلكشويشن بيطلع فيرتشوال بارتكلز، موضوع ثاني مختلف كمان. بالكوانتم جرافيتي أعتقد طلعنا على الموضوع، خلينا في موضوع المحاضرة لو سمحت يا جماعة. دكتور عمار. نعم. السلام عليكم. سلام. مساء الخير بروفيسور عمار. بروفيسور عمار سمعني؟ نعم. نعم، هناك سؤال لطالبة، سؤال ملح، طالبة اسمها إيناس العربي، وتطرح سؤال على دكتور حجي وتقول إن كانت، إذا اكتشفنا مياه متجمدة في المريخ، فهل هذا يعني أن وإن كانت هناك حياة منقرضة، فهل التعمير إلى المريخ الآن، يعني استيطان في المريخ وعملية انتحار بما أن كانت هناك حياة في المريخ ولم تنجح، فهل ذهابنا إلى المريخ نحن أو مستقبلا هو عملية انتحار؟ هذا هو السؤال. هو هذا مش الذهاب للحياة على المريخ، يعني التصريحات اللي إيلون ماسك بيقولها ورئيس أمريكا السابق دونالد ترامب، دي تصريحات ما فيش مثلا الوسط العلمي ما بيقولهاش، هو بتلقى الرواج لأن فيها يعني فيها نظرة مش متفائلة، بس نظرة كده يعني مبسطة للعلم. ماشي، والفرق بين العلم والغير العلم هو التفاصيل مش العناوين. فهدف اكتشاف المريخ وفهم الجيد على المريخ مش شرب، هو فهم تطور المريخ لمساعدة في تحديد في تحجيم حجم ما لا نعرفه عن تطور كوكب الأرض. فأنا لا أعتقد أن في إنسان هيعيش على المريخ. الهدف من اكتشاف المريخ هو حفاظ على الكوكب بتاعنا، ومش لحظة ناخد أجيال من الناس نروح نعيش بيها في كواكب أخرى. نحتاج أكتر من تغيير الماء والهواء عشان نقدر نعيش على المريخ. نحتاج لمجال مغناطيسي يحميك من أشعة الشمسية، نحتاج لغلاف جوي يحميك من اليو في راديشن. فالمسألة يعني أعقد من مجرد شوية ماء وهواء وزرع.
شكرا لك بروفيسور حجي. في سؤال على القائمة مي عاطف، معلش عرفي عن نفسك واسألي سؤالك، تفضلي مي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا طالبة مي عاطف، طالبة مصرية في أولى ثانوي. عندي سؤال، هل جميع الصور التي تنقلها ناسا والأخبار صحيحة 100% ولا تحتمل الخطأ؟ سؤال جميل. بما اني في بس المايك بس هنقفل الصوت. معلش اللي عنده يسكروا المايكات بس خلي السبيكر بس لو سمحتم. بما اني في لجنه مراجعه البيانات العلميه لمركبه بيرسيفيرانس، احب اقول لك كيف تراجع الصور اللي تيجي مثلا من مركبه بيرسيفيرانس، وكيف تراجع البيانات. البيانات بتراجع بشكل دقيق بفريق علمي مستقل، والفريق العلمي ده بيراجع نوع البيانات وشكل البيانات ومدى مطابقتها للأجهزة اللي بتخرج منها. مفيش حاجة اسمها مثلا في صور كده بتتحط ما بيكونش نقدر نعمل لها tracing back للإنسترومنتس، ولا نقدر نعمل لها مراجعة، ولا تقدر تعمل لها تدقيق في التوقيت اللي حصلت عليه، ولا انها ترتكز لمعايير معينة. فكون ان في اعتقاد ان وكالة ناسا ممكن تنشر اي في صورة، ماشي، ده لا يمكن يحصل. وكالة ناسا هي الوكالة الفيدرالية يمكن الوحيدة في الحكومة الامريكية اللي حسنت السمعة جدا، لانها مبنية على التدقيق العلمي، وان هي دولة وسط الدولة. يعني هي في حد ذاتها لا تقع في الأخطاء اللي بتقع فيها مثلا الوكالات الأخرى، أنها تنشر معلومات بدون مراجعة، لأنها بتراجع كل شيء تقوم به بلجان مستقلة. فإن ناس، أما بقى الصور المفبركة اللي بتطلع في المواقع اللي احنا بنحبها، يقول لك وجد تمثال فرعوني على سطح المريخ، ووجد مش عارف إيه على سطح المريخ والكلام دي، فدي صور مستبعة للوكالة، وتستطيع أن تعرف في أي صورة رسمية تابعة من الوكالة أنها بتكون في موقع اسمه PDS اللي هو Planetary Data System، واللي هو موجود في واشنطن University في سنت لويس. تشوفي كل معلومات أي صورة تدوري عليها هناك، وتعرف إذا كانت هي تابعة الوكالة أو من الفوتوشوب بتاع المواقع الجميلة بتاعتها. في سؤال من طلبة ستيم بني سويف. سؤال بني سويف. شهاب، افتح المايك لشهاب يا دكتور عمار. شهاب يرفع ايده، خل نشوفه. ارفع ايدك يا شهاب. طب ماشي، لما يرفع ايده في احنا حسب الترتيب، يعني احنا نعطي أولوية للأسماء حسب الترتيب. في الآن مصطفى الكفجي، عرف عن نفسك واسأل سؤالك. شهاب ارفع ايدك بعده. نعم، السلام عليكم. أشكر الدكتور عصام على تخصيص وقته الثمين لنا. بالبداية أحب أن أسأل سؤال بسيط، أنه لماذا يعني لم يتم تخصيص أهمية لكوكب الزهرة؟ يعني أعرف أنه الحرارة والضغط، ولكن في طبقات الجو العليا نعلم أنه الضغط يكون 1 أتموسفير، يعني تقريبا كنفس جو الأرض. ونعرف أنه مركبة فينيرا أنه تحملت تقريبا ضغط الحرارة 128 دقيقة حسب ما أعرف. هذا هو السؤال. ثاني سؤال، مركبة، متى يتم إرسال مركبة كي تجمع عينات اللي راح تجمعها مركبة بيرسيفيرنس؟ هاي الأسئلة، شكرا لكم. شكرا لك. أول سؤال، ليش معنى المريخ في عليه مركبات كتير والفينوس والباقي أجسام؟ أسباب كتير طبعا، أسباب علمية، لأن الأسئلة العلمية وتشابه المريخ ككوكب الأرض بيدينا طريقة لفهم تطور كوكب الأرض، ولكن أيضا المريخ أسهل في الوصول ليه من الزهرة، لأنه ما فيش عليه درجات الحرارة اللي عليه بتقبل أن الأجهزة تعمل فيها بسهولة، عمليات الإنزال عليه أسهل. بينما على كوكب الزهرة إحنا عندك مناخ يعني يستطيع أنه يحطم أي مركبة فضاء بدرجات الحرارة العالية اللي بتوصل ل 400 درجة مئوية على السطح، ودرجات حرارة أعلى حتى في الغلاف الجوي. وفي نفس الوقت هو يعني it's a corrosive environment،
مش سهل ارسال مجسات للوصول فيه. بالاضافه طبعا ان تغطيه السحاب المحيط به بتجعل انك لازم تستخدم تكنولوجيا زي الرادار زي الماجلان كده عشان تقدر تفهم السطح بتاعه، وهي تكنولوجيا مكلفه وغير سهله لارسال لكواكب زي الزهره. اوكي، في سؤال ابراهيم يحيى تفضل. شكرا جزيلا. شكرا، مرحبا بك دكتور عصام، اهلا بحضرتك. يعني المحاضره طبعا كانت محاضره سريعه جدا، وزي ما تعودت الصوت الصوت يا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم وينك؟ صوت هو بس عنده مشكله بس في النت. لا هي لحظه شوي. لا لا استاذ ابراهيم مش سامعينك، افتح المايك. ايوه نعم، عيد السؤال. معلش عيد السؤال، ما سمعناه، ليش سكرته؟ الو تفضل، ما نش عيد السؤال من اول. ما سمعنا شيء، الصوت مش مسموع. هلا مسموع. الو دكتور عصام. ايوه انا سمعك. الو ايوه انا سمعك. الو الصوت لدي مشكله في الصوت. لدي مشكلة في الصوت دكتور عصام. أنا سأ... ألو ممكن أقول السؤال؟ قول السؤال. هل كده تمام؟ هل الصوت كده واضح؟ آه. تمام. نعم. متأسف جدا، أنا آسف جدا على التأثير. دكتور عصام، حضرتك طبعا أتذكر جيدا محاضرة كريوسيتي في جامعة دكتور مصطفى محمود الفلكية من 2012. في الحقيقة أنا لي مجموعة أسئلة منضم لفكرة المحاضرة بصفة عامة وبصفة خاصة على كوكب المريخ. السؤال الأولاني بيتضمن فكرة الكوارث الطبيعية اللي بتكون ناتجة عن النشاط البشري اللي هي بتسهم بشكل كبير جدا في عملية الاحتباس الحراري أو الجلوبال وورمينج اللي الناس بتهون من شأنه إلى حد كبير جدا. لو احنا رجعنا شوية لشهور بسيطة في أغسطس في إعصار لورا اللي حصل في كامبن، أعتقد أن كمية التكاليف اللي كانت موجودة أو اللي صرفتها الولايات المتحدة الأمريكية على الإعصار كانت تربو الـ 12 مليار دولار، ودي طبعا تكلفة كبيرة جدا بالمقارنة بأن احنا بنعمل أبحاث. الأبحاث دي إحنا هدفنا منها مهما كانت تكلفتها فهي هتقلل بكتير جداً الكوارث دي أو التكاليف بتاع الكوارث اللي بتحصل دي. سؤالي في النقطة دي بالذات، هل الأرض زي ما كان فيها انقراض كبير من أكتر من 65 مليون سنة عن طريق نيزك كبير، هل الأرض الآن يهددها نوع جديد من الانقراض ممكن نقول عليه اللي هو الاحتباس الحراري؟ ده جزئية. أوكي. الجزء الثاني طب ماشي تمام. المخاطر الطبيعية ودايما حالة النكران انها ما بتحصلش. اولا لازم نشوف المخاطر الطبيعية السبب الاول للوفيات على كوكب الارض. الفيروسات احد هذه المخاطر، وشفنا كلنا فيروس كورونا والاستهتار في التعامل معاه. والاستهتار بشكل عام بالتعامل مع البحث العلمي في مجتمعنا ليه سبب أساسي. هو أنا إمتى محتاج المعلومة؟ لما أكون بتقرر، لكن لما أنت ما بتقررش أنا أكيد مش محتاج المعلومة، محتاجها في إيه؟ أنا لو سألتك تحب تروح يمين ولا شمال هتسألني في إيه يمين وفي إيه شمال، لكن لو أنا اخترت لك أنت هتروح فين فأنت مش محتاج تعرف في إيه هنا أو هناك. فبشكل عام هو ده. طبعاً إعلامنا بيحب يسفه من الكوارث الطبيعية والتغير المناخي لأنها مادة ما بتتباعش في الإعلام بتاعنا زي الصابون والأغاني والفيديو كليبس والحاجات دي. ولكن الحقيقة أنه سبب
انه اكبر سبب للمخاطر اللي احنا بنعيش فيها دي هو التغير المناخي. يعني مثلا هناخد نموذج بسيط، مثلا نموذج بسيط جدا، في فيروس الانفلونزا الطيور H1N1، ماشي، فيروس الانفلونزا الطيور بتهاجر عن طريق اليابس وبتسلك دايما فوق المسطحات اللي هي فيها الخضرة ومية. ففي بحيرات مثلا كانت موجودة في توهوشكا، البحيرات دي لما بتختفي أو بتتغير، الطيور اللي بتنزل في البحيرات دي بدل ما بتنزل فيها هتنزل فين؟ في المدن، في المجتمعات السكنية، فهتجيب معها الأمراض. فأنت شايف مثلا مجرد تغير في شوية بحيرات ممكن يكون السبب ليك في H1N1. فالطبيعة عاملة زي الدومينو، ما ينفعش احنا مش عايشين في جزيرة كده نقول والله التغير المناخ ده احنا ما بيصيبناش، ده بيصيب الناس التانيين، احنا زي الفل يعني احنا كده. وزي التصريحات مع الأسف بعض المسؤولين يقول لك مصر ربنا حاميها، يعني احنا مثلا ربنا سايب ناس بتشتغل في اليابان وبتدرس في السويد واحنا عندنا على القهوة ربنا حامينا. هل احنا نتصور حاجة زي كده؟ ده في كلام يعني؟ لا طبعا، احنا دايما متصورين ان احنا محميين، احنا الحاجة الوحيدة اللي بتحمينا هي العلم، والحاجة الوحيدة اللي طلبها منا ربنا هي العلم. يعني انت عشان تكون مؤمن لازم تكون متعلم، عشان كده اول كلمة عندنا هي اقرأ مش اي حاجة اخرى يعني، ماشي. واي قضية بدافع عنها حد مش متعلم بتخسر، يعني ايا كان المعركة دي حتى لو انت على حق فيها بدم انت ما فيش تعليم هتخسر فيها. عشان كده كان العلم اول حاجة. احنا دلوقتي عندنا مصيبة كبيرة زي مثلا ملف سد النهضة، هو ايه المشكلة فيه؟ ما هي قضية الملء. هي قضية الملء ايه الجزء اللي مش معروف فيه؟ اللي هو الجزء بتاع التغير المناخي. فاحنا قعدنا نستهتر بالقضايا دي، وتطلع كده في التلفزيون شوف ابتسامة المذيع لما بيتكلم على قضية مثلا بتوع التغير المناخي، يقول لك التغير المناخي والحاجات دي بقى، فاهم؟ ولا ايه الحاجات دي؟ يعني الحاجات دي هي سبب وجودك في الكوكب ده، فهي الاكل اللي انت بتزرعه وهي كل حاجة. فاحنا عندنا أزمة كبيرة، الكوارث الطبيعية، وانا اشتغلت 3 سنين في فرنسا في مركز المخاطر الطبيعية بتاع الحكومة الفرنسية في قوات الفضاء الفرنسية. واول كنت مسؤول عن دراسه البراكين في الجزر الفرنسيه، تاهيتي، ريونيون، وجوادلوب، والمارتينيك. فلما تشوف الناس اللي بتهلك في الكوارث الطبيعيه دي كلهم يجمعهم شيء واحد مشترك، ان هم كلهم ما كانش حد فيهم متخيل انه هيموت بالشكل ده. بس كان كل واحد مثلا متخيل فيهم لو مات هيموت عيان او هيموت مثلا حد قتله. ف احنا عندنا الكوارث دي منتشرة، عندنا الجفاف، عندنا الزلازل، عندنا التسوناميز، عندنا الأوبئة، عندنا تلوث المياه. فكل ده ما عندناش الوعي الكافي بيه على مستوى الإعلام والجامعات والمراكز العلمية اللي بتعمل في المخاطر الطبيعية. إمكانياتها أضعف بكتير من حجم المسؤولية اللي موجودة عليها. شكرا. في نقطة تانية ممكن خلينا ننتقل لأسئلة أخرى. في الدكتور عمر فخري، دكتور عمر فخري نبعث لنا عنده سؤال مهم، ذكرنا سؤال مهم. الصوت مسموع؟ نعم، عارف لنا عن نفسك وتفضل السؤال. أنا عمر فكري، رئيس القبة السماوية في مكتبة الإسكندرية، ويعني وأعرف دكتور عصام شخصيا. وفي البداية أشكر دكتور عمر حضرتك وعلى الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، ودكتور الخصاونة والطاقم الجميل اللي أولاهم، يعني ما كنا شفنا هذه الوجبة الدسمة من عالم عربي نفتخر به جميعا. دكتور عصام حجي يعني أشهر منار على العالم. سؤالي هو سؤال طلبة، يعني سؤال طلبة مش سؤال عميق ولا حاجه. استوقفني الدكتور عصام حجي في كلمته على ان فينوس هو الماضي بتاع الارض ومارس هو المستقبل بتاع الارض. المعلومه دي بصراحه اول مره اسمعها، فدكتور عصام بس يعني ممكن نلقى الضوء وفقط، ده سؤالي فقط عشان حتى ما اخدش من وقت الموجودين جميعا. وتشوفك ان شاء الله تاني في مصر يا دكتور عصام ان شاء الله. طيب انا شاك طبعا
فينوس الكواكب لها أعمار زي بشكل مبسط هي أسرة في المجموعة الشمسية، ما تكونتش كلها في مرحلة واحدة، تكونت في مراحل، والتطورات اللي عاشتها بتبتدي حسب المراحل وحسب الظروف اللي هي التكوين بتاعتها. ففينوس هو أقدم، هو مش أقدم، هو أصغر من الأرض، يعني هو يمثل الأرض في الماضي. يعني فينوس هيتطور إنه يصبح شبه الكوكب الأزرق بتاعنا مع التغيرات اللي بتحصل في الشمس، مع التغيرات اللي بتحصل فيه، البراكين الموجودة في كوكب فينوس عمالة بتجيب الغازات اللي بتكون الأتموسفير بتاع فينوس. وفي وقت من الأوقات هل الأتموسفير ده هتحول الأتموسفير في قابل نكون في مياه أو لا؟ فالأرض في مرحلتها الأولى، في مرحلها الأولى منذ بضعة مليارات السنوات، كانت مغطاة بالبراكين بالكامل، وكانت فعلا، وكان الغلاف الجوي اللي فيها كان كله عملاء البراكين. فده حقيقة ثابتة في تطور كوكب الأرض نراها النهاردة في كوكب الزهراء. المريخ بيمثل مستقبل كوكب الأرض، لأنه عكس كل المناطق اللي في الأرض، احنا بنشوف القطب الشمالي والقطب، المساحات الجليدية في الأرض حجمها بيصغر والصحاري حجمها بيزيد. فأنت تخيلت ده على خلال مليارات السنين، ستجد اللي احنا سنقول لصورة كوكب المريخ. زي ما وضحت، احنا ناس تقولك طب احنا هنعمل ايه كمان مليار سنة عشان نشوف الكلام ده؟ لا، بس انا لما اكون عارف الصورة اللي اوصل لها كمان مليار سنة، وكن عارف الصورة اللي انا كنت فيها من كذا مليار سنة، اقدر افهم التغيرات القصيرة المدى اللي هي العشر سنين، خمس سنين. بفهمها ازاي؟ لان دي في نموذج لمحاكاة الحاجات دي، فالنموذج ده المفروض يوصلني من الزهرة إلى الأرض إلى المريخ إلى ما بينهما. فالنماذج الرقمية دي جودتها بتزيد بهذه المعرفة في الكواكب دي. بس كده، هي نماذج نظرية. نظرية يعني مودلز معمولة ولا مبني على أصلا؟ ما أقول إن الأرصاد مبني على الأرصاد، يعني مبني على ده، الكلام ده مبني على الأرصاد، مبني على احنا بنطنطن كلنا، بنقول ان عمر المجموعه الشمسيه كذا بليون سنه، 4.5 مثلا بليون سنه، لكن الفوارق لما تكون بين كوكب وكوكب بالتطور الرهيب ده، الجيولوجي الرهيب ده احنا شايفينه حضرتك اشرت اليه، يخلينا نسال سؤال زي ده: هل فعلا الفوارق بين فينوس ومارس وفي وسطهم الارض بالكذا مليار سنه، ولا هو مجرد موديل يعني أو رأي؟ لا، هي الفوارق اللي انت بتشوفها دي فوارق التطور وفوارق التكوين الأساسي، دي هم مش كلهم شبه الأرض، بس هم مروا بمراحل شبيهة بكوكب الأرض، وكوكب الأرض مر بمراحل شبيهة بكوكب فينوس ومراحل شبيهة بالمريخ. فهم عاملين زي، عارف زي ايه؟ زي أطفال في أسرة واحدة، فيهم يعني مش لازم يبقوا كلهم في نفس العمر، بس كلهم مروا بمراحل تشبه بعض، بس هم مش في نفس العمر. طيب دكتور عصام، في سؤال مهم جدا ممكن اطرحه لحضرتك. هو بيقول: ايه دور الذكاء الاصطناعي في ابحاث الفضاء زي استكشاف المياه على المريخ وعمليات المحاكاه؟ هل بتتم قبل البحث ولا بعده بناء على النتائج؟ جميل، بتتم قبل واثناء وبعد البحث. الذكاء الاصطناعي أول بدأ استخدام ليه كان في قيادة المركبات في الكواكب البعيدة، يعني مثلا على سطح المريخ المركبة الروفر ده وبيحتاج 8 دقائق لإرسال الإشارة و8 دقائق لإرسال الإشارة مرة أخرى، فبيحتاج 16 دقيقة. فتصور مثلا لو الروفر ده في حفرة قدامه وهو ماشي، فعلى ما تبعت الإشارة وتتفادى الحفرة دي أو توقفه هيكون وقع فيها، انك انت بتشوف كل حاجه متاخره 16 دقيقه. فبالتالي كان لازم يبقى في ذكاء اصطناعي ان الاجهزه دي تتوقف عملها لوحدها في حاله ان هو ظهر مخاطره او ظهر نوع من الانوماليز في اثناء العمل. فبالتالي الذكاء الاصطناعي مهم للمركبات البعيده، والتحكم الاوتوماتيكي اللي هو بيضمن عدم تعرض المركبات دي للمخاطره. في كمان دلوقتي مع زياده في حجم البيانات، الأقمار الصناعية مثلا في صور الأرض، في صور المريخ، بقى في صور كتيرة جدا، فبقى يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على تغيرات في الصور دي، مقارنة آلاف الصور ببعض عشان تشوف تغيرات طفيفة فيها، مثلا زي تحرك للكثبان الرملية على المريخ. فده بتقدر تشوفه من تجميع مئات الصور،
نقدر تشوف ان الكثبان الرمليه على المريخ بتتحرك، ونقدر نفهم التحرك ده تحركات الرياح، ونقدر نعرف منه التكوين الداخلي للكثبان الرمليه دي الى اخره. كل ده كان مش ممكن قبل الذكاء الصناعي، انك بتستخدم عدد ضخم جدا من البيانات. جميل يا دكتور عصام، جميل. في سؤال برضه اخر بيقول ايه فايده استكشافنا المياه للمريخ، يعني ماذا نستفيد؟ يعني ما فيش اي فايده، احنا بنهزر بس يعني. لا يعني احنا يعني هل ترد دكتور عصام على الناس دي ازاي يعني؟ لا 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 لا، ازاي نرد على هذه التخريف يعني؟ هي هدف اكتشاف المياه هو هدف، الهدف الاساسي من اكتشاف المياه هو اثبات وجه التشابه بين الارض والمريخ. ان وجد ماء في شكله السائل تحت سطح المريخ، يبقى تأكد قطعياً الماضي المشترك بين الأرض والمريخ والمستقبل المشترك، يعني أن الأرض ستؤول إلى ما قال عليه كوكب المريخ. يعني بنفهم أن إحنا كوكبنا ماشي في اتجاه يصبح مثل هذه الصحراء الجرداء لو كوكب المريخ في خلال مليار أو أكثر من عام، وبالتالي نقدر نعرف التغيرات المناخية القصيرة المدى هتؤول بينا لإيه بالضبط. فده الهدف الأساسي من وجود مياه المريخ، هو إثبات النسب المشترك بين الكوكبين دول بشكل مبسط. جميلة دكتور. على فكرة ما بزعلش بحكاية الناس نكتشف المريخ. لا لا هذا لا، أنا أقصد دكتور إن في ناس برضو عندها سودو ساينس، يعني في ناس عندها في تفكيرها العلمي أو في تفكيرها عندها سودو ساينس برضو، فإحنا بنطرحها على حضرتك برضو وإنت عالم كبير يعني تقدر ترد عليك. لا لا، بس هذا كل الفكرة يعني. وانا حضرتك برضه عاوز انبه لحضرتك في حاجه مهمه جدا، ان انت زمان ايام زمان يعني من كام سنه، من 20 سنه مثلا، كنت في اذاعه الراديو في مصر هنا، وكان في سؤال مطروح عليك ان انت يعني ايه اهم شيء مهتم بيه زمان يعني من 20 سنه او 15 سنه، قلت الشباب حضرتك، ولهذا ولذلك الشباب، قلت ولذلك انت قدوه للشباب، حضرتك قدوه للشباب. يعني لو فاكر حضرتك الحوار ده، لو فاكر حضرتك انت فعلا كنت شايل هم الشباب، والان اصبحت قدوه للشباب. يعني شوف، يعني في ما اعرفش اذا كنت انا قدوه فعلا، ولكن الحاجه الوحيده اللي انا نفسي الشباب اللي هم يقتدوا بيها انه ما يضيعش وقته الناس بتبص له ازاي. يعني مثلا انا بلاحظ ناس كتيره بتبعت لي واللي أنا عايز أشتغل في ناسا، وأنا شايف دلوقتي هنا الطريق لناسا إيه؟ أنا حاسس الناس مهتمة أكتر أنها تشتغل في ناسا غير أنها تتعلم علوم فضاء. صحيح صحيح. فالهدف أن أنا أشتغل في ناسا، لأن الناس بسبب ناسا دول بتلعبوا في التلفزيون، بيقولوا عليهم أن هم في كويسين. أنا عمري ما كنت متخيل أن أنا هشتغل في ناسا. أنا كنت معيد في الجامعة ومدرس وكنت يعني في ظروف لا اتخيل ابدا ان انا كنت في يوم ان انت حتى بس تشتغل في علوم الفضاء. انا النصيحه اللي عايز اقولها للشباب، انه برضو ناس كتيره ساعات بتقول لك انت ليه دايما ضد مثلا، ليه بتقولوا مثلا الناس اللي عايشه بره ليه عايزين تغيروا عادات والتقاليد، بتقول الشباب يتطور وكده. اهو انا دي نقطه عايز اوضحها مهمه جدا، انه في حاجات ما بتجتمعش في عقل واحد. يعني الجهل نعم. والعلم ما اجتمعوش في عقل واحد. نعم. الخوف والتجربة ما اجتمعوش. على الناس بتخاف عندنا انها تجرب. الناس تقول لك انا عايز كلية مضمونة، عايز اضمن مستقبلي، يبقى عمره 20 18 سنة لك عايز مستقبل مضمون. مش حاجة يا ابني اسمها مضمون. او مثلا يعني الناس يمكن هو مش خارج موضوع المحاضرة، انا دايما بأكد عليه انه احنا عندنا في سن الشباب لانه خايف من كل حاجة وعايز في ضمانات، فما بيجربش الحاجة اللي هو بيحبها. فأنا اللي نفسي فيه الناس تطلع من دائرة الخوف، يعني خصوصا لو أنت من أسرة بسيطة زي أسرتي، ما عنديش حاجة أخسرها. يعني إيه اللي هخسره؟ اللي أنا أدرس في حاجة بحبها، ما أنا كده كده مش هشتغل، كده كده كنت مفيش. لكن في نقطة برضو يعني دايما ببقى عايز أقولها الناس وعارف أقولها لهم إزاي، هو بشكل عام ان احنا الناس بتخاف تعمل حاجة بتحبها. يعني مثلا عايز يدرس علوم فضاء وما بيخشش عشان خايف ما يشتغلش، بيحب واحدة وما بيتجوزهاش لانه فاهم انه غلط انك تتجوز واحدة بتحبها. ايه بقى الانسان اللي بيشتغل وظيفة ما بيحبهاش، اللي بيتجوز واحدة ما بيحبهاش،
اللي عايش في بلده ونفسه يعيش في بلد تاني. تتصور بقى المخلوق ده اللي هو احنا يقدر ينتج ايه في الكون. فلازم شوية عندنا ثقافة اللي احنا نحب ونؤمن بالحاجة بنحبها، لان الحب مدرسة في التغيير. يعني انا اديك مثال، كام واحد مثلا من الشباب اللي سمعيننا هنا او من البنات، كام مثلا واحد كان بيشرب سجاير وخطب واحدة قالت له بطل سجاير وبطل سجاير. فنفس الشيء في العلم، انت العلم اللي انت بتحبه بيغيرك، اما العلم اللي انت داخله اكل عيش ده عشان تطلع من المدرج الى المصنع، ولا تطلع من المدرج الى ناسا، وتطلع من المدرج الى شاشة التلفزيون والكلام ده كله، ده اللي مضيعنا. العلم ما كانش غير مجتمع يبقى قلته احسن. يعني لو العلم ده مادة للفخر بس، والله قلته احسن، نوفر على نفسنا الابحاث دي. فانا نصيحتي لكل انسان، احنا لازم نتغير، ولازم نغير بالتعليم وبالعلم. ما ينفعش ان التغيير في الحياه كله يبقى زعل وغضب واحباط، ويقعدوا الشباب مع بعض يقعد يقول ده الدنيا سودة، لا ده سودة واكتر منها في سود، يقول لك شفت اهو ده فاهم اهو. انا في لحظه عمري ما هنساها، يعني اللحظه اليوم اللي اشتغلت فيه في وكاله ناسا، اول يوم لما قفلت باب المكتب كده وقعدت الاول انا كل شيء كنت اقول الموضوع هيقف. اول يوم قعدت فيه على المكتب، قفلت باب المكتب وانا عمال بتخيل نفسي وانا راجع من الثانويه العامه ومش عارف انا هعمل ايه في حياتي. يعني انا بحب حاجه ملهاش اي مستقبل، واذا اي حاجه هي مش الحاجه اللي بحبها ملهاش مستقبل، انا ذات نفسي مش اي مستقبل. يعني اول حاجه اتعلمتها في المدرسه في الثانويه العامه ان احنا اللي زينا هم رقم البطاله في مصر. يعني كنت مدرسه حكومه، انتوا قفع على المجتمع، انتوا ما تحلمش، انت ما تفكر. فمجرد ان انا بقى بشتغل في المكان ده، حتى امي لما قلت لها، امي كانت محلفاني يعني دايما ان انا يعني اسيب بقى الحاجات دي واركز في حاجه اطلع دكتور او مهندس. فلما اشتغلت في ناسا وكلمتها وريتها في صوره البيت بتاعي والعربيه، انا رحت كنت رايح اقعد اسبوع، بقالي 17 سنه كنت رايح اسبوع في مؤتمر، ابالي 17 سنه. فبعت لامي الصوره قلت لها يا امي انا اشتغلت وقعدت هنا، وامي كانت مصوره انا بعمل حاجه غلط. قلت لها انا فعلا والله العظيم بشتغل. قالت لي يا ابني مش انت بطلت الحاجات دي؟ قلت لها يا امي بس انا فعلا مبسوط. يعني فده يوريك قد ايه ان احنا ما بنقدرش نحلم وبنستكتر في نفسنا حتى ان احنا يبقى لنا حلم. فانا برجو من الشباب اللي بيسمعنا انه يخرج شويه من الواقع، وخصوصا البنات في مجتمعنا، لان احنا مجتمعنا البنات يعني بتحب اللي هي تبقى شايفة شوية على المدى القصير جدا، اللي احنا لازم كنا نحلم عشان ده الطريق الوحيد اللي نتغيره. بقولش الكلام ده شعارات، انا كان عندي حلم وحيد بس في حياتي وبشوفه كل يوم لما بفتح عيني الصبح. جميلة دكتور عصام. خلاص يا دكتور أستاذ برغوث، افتح للناس اللي رفع دي. في سؤال معلش، خلينا حتى نكون عادلين، لازم ناخذ الترتيب، يعني كل واحد رفع ايده الاول. فالان نبدا بالترتيب يا جماعه، ماشي؟ تفضل دكتور عمار. في سيف عندنا 9 اسئله الان يا دوب، يعني بس احنا قدامنا كمان 5 دقائق اعتقد. اسمع السؤال من سيف، ممكن بسرعة بسرعة أستاذ سيف بسرعة. طيب شهاب، الشهاب خلينا نشوف اللي من مدرسة من ستيم فيزيكس، شهاب موجود؟ لا مش موجود يا دكتور عمار، مش موجودين. شوف اللي بعده، محمد عاطف اسأل سؤالك، الوقت عند دكتور عصام محدود شوية. السلام عليكم. اولا احب اشكر دكتور عصام وجميع الدكاتره المشاركين معنا. وسؤالي كالاتي، انا من ضمن الناس، انا طالب مصري في الصف الثالث الاعدادي. انا محتاج اطور نفسي، او انا مش عايز افضل كده. يعني احنا محتاجين الدكتور يقول لنا نعمل ايه. اي حد في سني عنده حماس او نفسه يبقى حاجه مشرفه الوطن والوطن العربي او للعالم كله، يعني فاحنا محتاجين نعرف احنا نعمل ايه. دي اكتر سؤال بيشتت الكل.
احنا مش محتاجين نقف عند محاضرة او عند كلام من دكتور او من بروفيسور ايا كان. فدي اول حاجة. تاني سؤال، تاني حاجة احنا عايزين نعرف، يعني انا نفسي نعرف ليه مجتمعنا العربي او الدكاترة عامة، يعني زي دكتور عصام او ايا كان حد، يعني ليش ما يكونش الكلام ده في وطننا العربي بس؟ او شكرا. طيب خليني اجاوب لك حاجات واقعيه تعملها كل يوم تقدر تغيرك فعلا. اول حاجه القرايه. القرايه هي مفتاح التطور. مثلا انا بشوف شباب كتير بيقول لي انا بحب اشوف الفضاء في ناشونال جيوغرافيك، انا عضو في مجلس اداره بتاعت ناشونال جيوغرافيك، ولكن الفرجه في التلفزيون حاجه وانك تقرا كتاب حاجه تانية. انت اللي بتشوفه في التلفزيون بتستوعب يمكن 50% منه، بس بيفضل في ذاكرتك 0% منه. كام دوكيومنتري انت شفته انت فاكره، تاني يوم بعد ما شفت الدوكيومنتري انت نسيته. فعملية الاستيعاب في القراءة وترتيب الافكار في القراءة مختلف تماما عن المشاهدات الفيديو. فبالتالي اول نصيحة انك دايما يبقى عندك عدد من الكتب كل سنة تقول انا هقرأ الكتب دي، وتجيب كده 5 6 مش هقولك 12 وتقراهم. والقراية في العلم لوحدها مش كفاية، لازم تقرأ في العلم، في التاريخ، في المجتمع. فدي أول حاجة. تاني حاجة كل يوم حاول لك أنت تتعلم حاجة، إن شاء الله حاجة صغيرة جدا. كل يوم تقول أنا النهاردة تعلمت الحاجة دي، ما تسيبش يوم يعدي ما تتعلمش في حاجة. تالت نصيحة إنك ما هي الأصدقاء بتوعك. اي حد بيضيع وقتك اشطب عليه. الاصدقاء المحبطين بتوع تضييع الوقت، الخايفين، يعني ممكن مثلا يكون واحد مرتبط بواحدة تقول له انا خايف، انا مرتبك، انا مش عارف، كل الكلام ده عليه اكس. الانسان اللي خايف مش موجود، ما يبقاش معانا في الكوكب هنا. المقابر موجودة للناس اللي عايزة ضمانات وعايزة تطمن. يا القبر موجود، انزل فيها تطمن تحت خالص يعني، وكل اللي انت عايزه هتلاقيه، بس طول ما انت فوق لازم تكافح ولازم تحارب. فدي اول حاجة، ما تخليش حد، ما تخافش. رابع حاجة بقى انك ما تسمعش للناس. يعني انا لو كنت سمعت لأي حد في حياتي كان زمان ما عملش اي حاجة. يعني ما تسمعش للناس لسبب، مش لأي الناس، يعني استشير الناس واسمع النصيحة، بس ما تسمعش النصيحة من الناس اللي همش أهل ليها. خامس حاجة بقى مهمة، اللي هي أنك أنت دايما تحاول، يعني تحاول وتحاول، ما تيأس وتتعلم، وسافر وتعلم. أنا بنصح كل الشباب اللي بيسمعنا أنه سافر وتعلم، يعني سافر، لازم الناس تسافر، أنك لازم تتعلم. فما تخافش أنك أنت تتبهدل. أنا سكنت في قهوة وأنا عندي ربو، يعني أنا ما بطيقش ريحة السجاير، وكنت بنام بالليل. كان واحد في مصري دكتور عاطف طهرفة، أنا بشكره يعني، وكان صاحب في مقهى في فرنسا، وكانش عندي سكن، فقال لي بعد ما أقفل القهوة تبقى تنام فيها، والصبح لما نفتح تصحى. فأنا عشت شهور بالمنظر ده في فترة ما كانش عندي فيها منحة. وإنه الغريب إن الوزير اللي وقف المنحة بتاعتي اللي كانت من فرنسا مش من مصر، الشخص اللي عمل كده ملحق الثقافي لما رجع مصر بقى وزير، هو هاني هلال، آخر وزير في عهد في عهد مبارك. يعني اللي أنا عايز أقوله، اوعى تهالك انه في حد بيجي بالليل بيتمم كده على الكوكب بتاعنا يقول عصام اتظلم، فلان كده، وبكره انا اجيب له حقه. مفيش يا ابني الكلام ده. الحق اللي انت ما بتطالبش بيه ما بتاخدوش، واذا ما كنتش انت بتحاول مفيش اي حاجه هتجيلك. وبعدين اذا الواحد بقى محبط كده ومدلدل ايديه عمره ما يطول اي حاجه. فهي دي نصيحتي فعلا، انك انت الانسان يكون مقاتل في الحياه. وحاول دايما انك كمان انك تحضر، انك تروح ندوات تتعلم منها، ماشي، تشوف دايما الناس المتعلمه والناجحه وتشوف وتتعلم منها. وبعدين الحاجه الوحيده طبعا اللي انا نفسي فيها ان احنا للشباب ان هم اللي بيسمعونا، انا عارف ناس بتزعل
من الحاجات دي، بس احنا لازم نحب. يعني انا عارف الناس ده خارج الموضوع، بس هو مش خارج الموضوع، هو عقلك ده لو هو مشغول بالخوف والكره والناس هيقول ايه وانا اعمل ايه، مش هتفكر في حاجة. فلازم الانسان يمكن انا مثلا دي حاجة مهمة، لان دي حاجة بتغيرنا. فبس طول ما انت بني ادم هتقدر تعيش، لكن طول ما انت في حالة اخرى انا اعتقد يبقى صعب. ليه بقى في مجتمعنا العربي العلماء موجودين في الخارج اكتر من الداخل؟ مصر مثلا كحالة استثنائية، عدد الباحثين في الوسط العلمي فيها في الداخل لأول مرة من أول ما بدأ في بحث علمي في مصر، عدد الباحثين في الداخل أقل من اللي في الخارج. يعني إحنا بتقول كلمة باحث علمي ده يعني أنت على طول أنت عايش بره، بس وإذا كنت عايش جوه فهو أصلا مش حد يتكلم عنك، لأنك أنت جوه. فأنت إحنا في ما فيش حد بيتكلم على الناس ما بيبهرهاش العلم اللي الناس بتقوله. الناس مش مبهوره باكتشاف المريخ، هم مبهورين انت بتشتغل في الناس، وده شيء مؤسف. هم عاجبهم ان انت عايش في امريكا، مش ان انت بتحاول تعمل حاجه لبلدك. فانا كنت اتمنى ان الناس تبقى مثلا مبهوره باللي احنا بنحاول نعمله في بلدنا اكتر ما تبقى مبهوره باللي احنا بنعمله في الخارج. فهل الوطن العربي مكان طارد للعقول؟ لا، مش الوطن العربي اللي هو اللي احنا المجتمع العربي، مجتمعنا بيخلي اي انسان بيفكر انسان مجنون. يقول لك انت بتفكر ازاي؟ يعني احنا المفروض احنا اتخلقنا عشان نبقى زي اجدادنا بالظبط. يعني انا هدفي لما اموت انزل في التربه ابقى انا زي جدي بالظبط كده. يعني انا جدي كان راجل غلبان ما بيعرفش يقرا ويكتب في المنصور، المفروض انزل بقى انا كمان الصوت يوم ما قابل ربنا بقى كمان ما بعرفش اقرا واكتب. الواحد مش كفايه ان تقدر معادلات وكده، لازم تقرا في التاريخ وفي علم الاجتماع وتشوف ان كل حركات التطوير اللي كانت في مصر من الفراعنه لغايه النهارده وفي الوطن العربي ابتدت بالتعليم. واللي احنا النهارده عايزين نطور من غير تعليم، عايزين نطور بالقنوات دي اللي ورايا دي. دكتور عصام كيف وقتك انت الان؟ انا بتهيألي عندنا اخر سؤال والكمبيوتر هيفصل، يعني وصلت 6%. طيب تمام، بس قبل ما ننتقل للسؤال الاخير، طبعا عدد الحضور وصل في هذا الفضاء الافتراضي لحوالي تقريبا 80، وعدد الناس الموجودين على اللايف رقم فلكي، يعني 24,000 مشاهد الان موجود معانا على اللايف. فاحنا بنوجه التحيه الى كل هؤلاء المهتمين بعلوم الفضاء والفلك، واهلا وسهلا بكم جميعا. رقم جميل، 21,000 الرقم موجود ريتش. الان ناخذ سؤال اخر سؤال، يعني احنا اعتقد بالترتيب حتى ما منا. دكتور محمد تفضل. محمود عاطف، محمد عاطف سالت. اوكي خلص. ايوه طيب. كمال. ايوه كامل. كامل كامل سامعنا؟ كامل افتح المايك. المايك اتفتح تمام؟ تمام، تفضل سؤالك. تفضل. السلام عليكم الاول. وعليكم السلام. اولا انا كان عندي بس تعليق على كلام دكتور عصام حجي بشان ان الجهل في الناس، الجهل منتشر بره. يعني ساعات برضو الموضوع بيبقى خارج بره اراده الانسان نفسه، الانسان العادي اللي هو المواطن العادي جدا. مثلا حاجه زي اختراع الدكتور عبد العاطي مثلا، ده حاجه كانت الحكومه نفسها كانت بتروج لها، ومؤسسه كبيره من مؤسسات الدوله اللي هي القوات المسلحه كانت متبنيه الموضوع. فيعني ساعات الموضوع بيبقى خارج بره اراده العالم نفسه والمواطن العادي اللي هو عنده شويه وعي صغيرين. ده اول تعليق. السؤال الثاني بقى بخصوص الذكاء الاصطناعي في مجالات التنبؤ بالتحركات في الكون. يعني مثلا الكسوف، كسوف الشمس، الخسوف، الحاجات دي كلها. ما فيش، انا شخصيا
معرفتي الخاصة إن ما أعتقدش إن في نموذج رياضي أو معادلة رياضية بتوصف ده وبتوصلنا للتنبؤات بشكل سليم. فهل مع تواجد كم البيانات الكبير ده، هل ممكن نوصل لنموذج إحصائي بسيط عن طريق الذكاء الاصطناعي، عن طريق تعلم الآلة، عن طريق تحليل البيانات؟ هل ممكن نوصل في وقت قريب لتنبؤ دقيق للحركات ديت، ولا لازم الأول يكون في معادلة رياضية وتطبق منها نموذج محاكاة للحركات ديت؟ بس ده سؤالي. طب أولا شكرا. احنا الهدف من الذكاء الصناعي أولا لازم يكون في نموذج رياضي. الذكاء الصناعي مبني على نموذج رياضي، بياخد نموذج رياضي ويبتدي يغير البارامترز اللي فيه ويبتدي يشوف النتائج دي المختلفة ويشوف أنهي أكثر النتائج المختلفة دي متطابقة مع الأرصاد وكده. فالذكاء الصناعي أكيد بيساعد على أن هو أن احنا نقدر مع تطور سرعة الكمبيوتر بيساعدنا أن احنا نعرف نواتج أكثر وفهم المستقبل بشكل أكثر. فده أكيد مش بس في مجال الفلك، في مجال الأدوية، في مجال صناعة السيارات، فده كله. وكلمة الذكاء الصناعي ما ظهرتش غير مع تطور سرعة الكمبيوتر، وهي ما هوش ذكاء يعني الآلة بتفكر، هي الآلة بتتعلم الاختيارات المنطقية أكتر من عدة evolution. أما بالنسبة للمحارب للجهل، احنا كلنا نقدر نغير بحاجة بسيطة. يعني مثلا هديكم مثال بسيط جدا، يوم ما الدكتور زويل أخذ جايزة نوبل، مين فينا ما حسش، كل عربي حس ان هو جزء من الجايزة دي، كلنا حسينا ان احنا في جزء من الجايزة دي، صح؟ بينما مثلا هل لما واحد مثلا إرهابي جاء وفجر نفسه، كل واحد بيقول انا مش زيه، انا مش ده، انا احمر واصفر، صح؟ والحقيقة ان احنا الاثنين، الحقيقة ان احنا بنسيب حاجات كتيرة في مجتمعنا في غلط، زي مثلا الاعتداء على المرأة، النهارده عيد الام مثلا، زي اللي بيهين والدته، اللي بيهين مراته، اللي بيهين اخته، ونسكت يقول لك ده عيلته ده حقه. بنشوف مثلا تعدي على في مصر على حد مختلف فكريا ولا دينيا معاك ونسكت، ماشي. تشوف واحد مثلا بيبقى بيتكلم انسان مختلف عنك في حاجه وتسكت، ده غلط. فاحنا مطلوب مواقف صغيره، بس اللي احنا لو عملنا المواقف الصغيرة دي، لو كل واحد فينا شاف الغلط الأخلاقي وصلحه، هنقضي على الجهل. بس عشان احنا بنحس ده مش دوري، كل واحد يقول ده مش وظيفتي فكده، فهي الحقيقة ان هو مش بيحتمل الخصوصية، اللي احنا مناش خصوصية يعني انت بس انه انت بتتجوز في مصر، الناس اللي في الشارع اللي وراك بتيجي تقول رأيها في الجوازة ايه، لكن لما تشوف حاجة في غلط انت بتسكت يعني. فبس انا بس اللي عايز ان احنا نكون عندنا شكل إيجابي ونقدر نحارب الجهل بدون ما نبقى صوتنا عالي، بدون ما نتعدى على الناس، وبدون ما نتعدى على أخلاق الناس. لأن أكبر ميزة ربنا حطها في بلدنا أن إحنا بلد فيها تعدد في كل حاجة، فيها تعدد في اللغات، في الأديان، في العادات، في الشكل. والتعدد ده هو اللي عمل الحضارة اللي عمرها 7000 سنة، والتعدد ده تمرين يومي عشان أنت تفهم وتتأقلم وتفهم ازاي تتطور. فبس والجهل بيمسحه كله، يقول لك احنا كله كده، انت زي بعضه، ولا انت بتفكر زي خلاص. وده اللي لازم نغيره، وده اللي لازم نغيره. على فكره يعني العاش في الخارج بيقول الكلام ده، لان برضو في ناس كتير بتقول انت ليه تحب تقعد تتكلم في الموضوع ده ومش انا عشت يعني ايه انا اقليه. يعني انا عرفت مثلا يعني انك في رمضان تستخبى وانت صايم، ولما حد يجي يقول لك انت بره في فرنسا، الناس طبعا ما بيحبوش انك انت تبقى صايم، فيتريقوا عليك، فتقعد تخبي. عايز انت عطشان؟ لا شكرا. هتاكل؟ لا ما بحبش الاكل ده. او مثلا لو في اكل مثلا في لحمه ما في خنزير، تقول له انا نباتي. انت طول اليوم بتخبي في نفسك، ما بالك بقى ان في ناس عايشه معانا، ماشي. يعني انا مثلا هنا بتكلم مثلا على ان احنا في مصر عندنا ناس 10-15 مليون انسان
في مصر مسيحي، وهو مضطر يخبي اسمه، مضطر يخبي مثلا هو ايه النهارده، ان هو رايح بيحتفل فين ولا جاي منين، عشان خايف على وظيفته، عشان خايف على شغله كده. نفس بقى الاحساس اللي انت بتحس بيه وانت مغترب هو بيحس بيه، بس انا بحسه من ناس اجانب وهو بيحس من اهل بلده. فانت لما تعيش بره تحس الحاجات دي، تقول مش ممكن هنتصلح غير ما نصلح الحاجات دي. بس يعني احنا مش عايزين نقول نتشبه بالغرب، ولا احنا بننكر ذاتنا ولا بننكر عاداتنا، لا، احنا لا عايزين نبقى شبه الغرب ولا شبه الشرق، احنا عايزين نبقى شبه البني ادمين. ويوم ما نبقى شبه البني ادمين ربنا هيكرمنا، وهنبقى دولة متعلمة ونطلع لفوق. فدي الحاجات اللي انا بقول اللي احنا لازم نحاربها باستمرار. بس واشكر كل الناس الحقيقة، وانا فعلا سعيد باللقاء ده، واتمنى انه يكون في حاجات يعني كانت مفيدة للناس الموجودين. طبعا شكرا دكتور عصام لحضرتك، ونرجو برضه توعدنا بلقاء اخر يعني فيما بعد يعني ان شاء الله. فاحنا بنشكرك، واستاذ عصام برضه هيشكرك دلوقتي، عصام شعبان برضه من ضمن الفريق، دكتور عمار، كلهم بيشكروا حضرتك. دكتور عصام عزيز البرغوثي، يعني 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 محاضره رائعه، واروع ما فيها هي حقيقه الحوار، حوار عن جد. انت ضربت موضوع مهم جدا، قضيه العلم والجهل، وهذا قضية لن تتطور منطقتنا العربية إلا بسلاح العلم، والعلم هو السبيل الوحيد حتى تتطور هاي المنطقة. وأنا أتفق معك 100%، يجب أن نحارب الجهل ونتمسك بالعلم، لأنه الطريق الوحيد للتقدم في منطقتنا العربية. وهاي حقيقة كلمة بحط لك إياها، يعني كلمة من ذهب يعني. صحيح، متشكر جدا، متشكر جدا، وأتمنى أشوفكم على خير إن شاء الله. إن شاء الله دكتور عصام. الله يسلمك، مع السلامة. الله يخليك، باي باي. مع السلامة. مع السلامة دكتور عصام، مع السلامة.